بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم جميعا في كورس A to Z in Fertility Management. إن شاء الله يكون الكورس مناسب لتوقعاتكم اللي أنتم كتبتوها لي. ليه إن شاء الله يعني من قبل يعني ما أراها أنا يعني كنت فعلا هي دي الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها. وانا هديكم كده نفس احنا ان شاء الله هنعمل ايه في المحاضرات بتاعتنا. احنا طبعا الكورس هيبقى يعني لونج كورس، ما هوش ساعات تعمل يوم يومين، ليها ميزه وليها عيب. احنا لا، احنا الكورس هيبقى مثلا خلال اكتر من شهرين، هيبقى غالبا اليوم بتاعنا في معظم الاحيان هيبقى يوم الجمعه ان شاء الله. التوقيت طبعا ممكن يتغير لان احنا داخلين على رمضان، برضو ممكن يبقى في شويه ظروف في حاجات، لكن في الغالب هنحاول ان احنا يبقى يوم الجمعه. برضو معايا بعض المحاضرين طبعا وهم في يعني برضو في بلاد مختلفه، فممكن يبقى في اختلاف شويه، لكن يعني بشكل عام انا شايف ان الميعاد اللي هو اللي احنا شغالين فيه ده في الوقت الحالي هو انسب ميعاد للجميع. طبعا يا ريت يبقى كل حضور يعني لايف اتندنس، ده هيفيدنا كتير. اعتقد كلنا عرب، ما فيش حد ما بيفهمش عربي، فممكن اتكلم عربي. لو في حد عنده مشكله ممكن يعني طبعا مانيبيوليت، لكن لو احنا كلنا عرب، كل المشتركين عرب، يبقى ممكن نتكلم بقى ايه، نخلي انبساط احمد وكده ونتكلم ايه براحتنا ونبقى بشكل دردشه اكتر ما هو ساينتفك توك كده، يعني ملتزمين قوي بكل كلمه وكل حاجه. الكوريكولم بتاعنا في الكورس بشكل مبسط كده اكيد اتبعت لكم وانتم بصيتوا عليه. احنا بنبتدي من الاساسيات الفسيولوجي والبيزك اندوكراينولوجي بتاع الريبرودكشن. بناخد الحاجه اللي تهمنا طبعا في كل حاجه، بناخد جنرال ايديا على المانجمنت بتاع الانفيرتيليتي. بندي برضو نبذه على الايمجنج موداليتي، يعني هيبقى في جزء بنتكلم عليه على الالترا ساوند، طبعا ال 2 دي الترا ساوند البيزك واستخدامها في الانفيرتيليتي. هنتكلم برضو يعني حاجات شورت قوي على الهستروسكوبي واللابروسكوبي، مش بتكلم بدبس اعمل تريننج، لا انا بدي برضو الى حد ما فكره كده ان احنا ازاي نقدر نستخدمهم ونستفيد من التولز المتاحه لينا. طبعا اللي عاوز يتمرن على كل حاجه ليها كورسات بقى، تقدر ان انت تتمرن، تقدر ان انت تحضر تقرا، لكن ده احنا بنستخدم الحاجات ديت علشان نقدر ان احنا نحسن مستوانا في المانجمنت اوف انفيرتايل بيشنتس. طبعا هنتكلم على بعد كده على كل حاجة من الانفيرتيليتي كوزس بشكل مفصل شوية، وبعدين هنتكلم على المانجمنت اللي هي ريليتد في الميديكال اسيستد ريبرودكشن، نتكلم على الاي بي اف والتكنيكس، وهيبقى في جزء كمان لللابوراتوري الامبريولوجي لابوراتوري، يبقى في حد متخصص في الجزئيه ديت، وجزء على البري امبلانتيشن جينيتك تيستينج والديفيكالت ايشوز ريليتد كمان للاي في اف زي البور ريسبوندرز والريكرنت امبلانتيشن فيلير. طبعا بالنسبه طبعا ناس كتيره قالت الاوفيليشن اندكشن وكده، اكيد هنتكلم عليها، هنتكلم على الاوفيليشن اندكشن للانوفيلاتوري وومن، وهنتكلم كمان على السوبر اوفيليشن علشان او الاستيميليشن عشان الاي في اف. هيبقى اللي انا عاوز برضو اعمله في الكورس ان شاء الله ان هيبقى في كيسز كيس سيناريوز مختلفه على كل حاجه احنا بنقولها. حتى النهارده هيبقى في بعض الكيس سيناريوز كده البسيطه، وفي كل مره هحاول ان يبقى في كيس سيناريوز. ويا ريت انتوا اللي عنده انترستنج كيس، عنده حاجه عاوز نناقشها، يا ريت يعرضها. حتى مفيش مشكله، ممكن هو ياخد وقته ويعرضها
ويقول هو عمل ايه وكل حاجه، يعني مش لازم انا اللي اعرضها خالص، بالعكس اي ويل بي سو هابي ان يبقى في حد بيشارك معانا بحاجات ممكن احنا نستفيد منها كلنا. بالنسبه هنقرا منين علشان برضو المعلومات اللي عندنا، انا هبقى عامل يعني المحاضرات ممكن اديكم منها هاند اوتس، لكن مش هي دي اساس اللي انا حابب ان انا اديه لكم بشكل منتظم. هو مش حاجات مش حاجه من تاليفي خالص. هنعتمد على الجايد لاين اللي هي ريسبكتبل، اللي هي طبعا اكتر جايد لاينز ممكن نعتمد عليها في مجال الانفيتاليتي من الـ ASRM American Society for Productive Medicine والـ ISHRA Guideline European Society of Human Reproduction Guidelines بتغطي تقريبا معظم الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. انا مش عاوز اقوم مديها لكم كلها مره واحده، فخلينا كده واحنا ماشيين بس نرجع نتكلم فيها او نبعتها. عفوا دكتور، عفوا دكتور لو سمحت، لو تسكروا المايك الجميع ونسمعوك دكتور احسن يكون. مش مع الدكتور يقفل المايك. تمام، فده بشكل عام ايه اللي انا ناوي اعمله. لو حد عنده كومنتس، حد حابب يقول حاجه قبل ما نبتدي، افكار، انا ابقى سعيد يعني ان احنا نضيفها، مفيش مشكله. انا الهدف اللي هي ان يبقى في اكبر استفاده باذن الله. طيب، اول حاجه دايما اتعلمنا ان احنا في الطب اول حاجه نبتدي بيها بنبتدي بالبيزك ساينس، والبيزك ساينس بتاعنا في الانفيرتيليتي مانجمنت هيبقى ريليتد للريبرودكتيف فيسيولوجي، وازاي بيحصل الناتشرال بريجننسي علشان نفهم ايه المشاكل اللي ممكن تمنع حدوثه، وازاي ان احنا ممكن نساعد، او حتى ان احنا لما بنعمل عاوزين مريضة تحمل بأي شكل من الأشكال، بنحاول ان احنا يبقى ملتزمين بالقواعد الفسيولوجي. ممكن نكسرها شوية، ممكن بدل ما نطلع one oocytes لا ممكن نطلع في الـ IVF لا ما عاوزين more eggs ممكن نطلع أكتر، بس ممكن ما ننقلش fresh ونعمل freezing، بس في الآخر ملتزمين بقواعد معينة علشان المريضة تحمل. يعني في الآخر لازم ان احنا ملتزمين ان في مثلا في الاندوميتريوم في حاجه اسمها ايه، بروليفراتيف فيز ثم سيكريتوري فيز، وبنقي وقت ويندو اوف امبلانتيشن عشان نحط الامبريوس. لو احنا ما ظبطناش امورنا ومش فاهمين فيسيولوجي انتهى الوضع، ما استحاله، بالعكس يعني ناتشرالي العانه ممكن يبقى عندها فرصه للحمل لو انت مش مظبط وضعك، مثلا في ان انت بتعمل ترانسفير لفروزن امبريو ولا حاجه، ومش مظبط الاندوميتريوم في الويندو بتاعه الامبلانتيشن في ان انت بتحطه، وفي سينكروني بتوين الامبريو والاندوميتريوم، استحاله ان هيبقى فيه بريجننس. ده انا بديكم يعني مثال. احنا بنكسر الفسيولوجي، بس في الاخر لازم نحترمه واحنا بنتعامل مع ازاي يحصل بريجننس. الهدف من الكورس دوت او من ان احنا ندرس ريبرودكتيف ميديسن او ان احنا بنحضر كورسات تانية او كده، ان احنا ان شاء الله ان احنا نحاول ان احنا بنزود فرص الانفرتايل كابلز تو هاف هيلثي لايف بيرث بيبي. هو ده هدف. تمام، وطبعا تقول لي لا احنا عاوزين المريضه تبقى حامل، بس مش هدف كامل. احنا اي نجاح لينا بيقاس باللايف بيرث والتيك هوم بيبي. لذلك في حاجات مهمه ان هي هنتكلم عليها برضو اثناء ما احنا بنحاول ان احنا نجيف تشانسز للانفرتايل كابل تو بي بريجننت. هم وضعهم ايه؟ هم مناسب ليهم ان هم تو بي بريجننت ولا لا؟ لو الام عندها
مشاكل عندها في ميديكال بروبلمز في حاجه، لازم لازم كل ده يبقى في اعتبار. طبعا ده شويه هيستوري بس كده ل الريبرودكتيف ميديسن هيستوري، او بعض الحاجات اللي هي كانت تعتبر لاند ماركس في التطور التكنيكس. وطبعا التطور التكنيكس مقصود بيها الميديكال اسيستد ريبرودكشن والاي في اف. طبعا الموضوع بدا في الانيمالز قبل الهيومن، وكان السكسس في الانيمالز كان سابق الهيومن بعشرات السنين. لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان اول successful IVF baby to be delivered كانت لويزا براون، ودي كانت 1978. طبعا كان قبلها في محاولات كبريجنانسي كانت ناجحة، لكن ما احنا ما بنتكلمش على احنا هي ليه هي دي اول حاجة اتحسبت. في محاولات قبلها كتير ناجحة، زي ما بقول لكم هو النجاح بتاعنا ايه؟ life births baby، مش بس هيلسي كمان. يعني لو لويزا براون دي كان وقتها كانت نزلت عندها congenital problems ولا حاجة، كان وقتها كان ممكن موضوع الـ IVF ده تأخر كتير في الهيومن، وكان هيبقى فيه يعني نقد كتير للـ IVF. هو من غير حاجة قعد في وقت كان فيه نقد، تمام؟ وكان ممكن بالصدفة، ما في أطفال عاديين بيحصل لهم congenital، لكن كان هيرتبط بإيه؟ ذهن الناس اللي وقتها كان هيرتبط ده البيبي ده اصل هو جاي من IVF فهيبقى فيه مشكله. طبعا مر المواضيع بقى في تطور في التكنولوجي، وابتدى يبقى فيه فريزنج، ابتدى بعد كده يبقى بدل ما التكنيك كان IVF بقينا اكزي، بدل ما كنا بننقل دي بننقل كليفج ستيج بقينا ننقل بلاستوسيست ترانسفير. وصل يعني في حاجات طبعا امبريوسكوب دلوقتي، في حاجات كتيرة قوي الامور ماشية فيها، وفي تطور وارتفيشال انتليجنس داخل. انا مش كاتب كل حاجة لكن انا بس يعني اللي لقيته قدامي كده حطيته. طبعا موضوع برضو اليوتراين ترانسبلانتيشن، يعني وفي حاجات طبعا هتقولوني في حاجات عليها ايثيكال كومنتس وعليها ريليجيوس كومنتس، يعني انا في حاجات اكيد واضحة بالنسبة لنا، لكن احنا بنتكلم بشكل عام ايه اللي حصل. وفي حاجات مناسبه للسوسايتي بتاعتنا وفي حاجات مش مناسبه. فطبعا ده في اي حته، حتى في الدول الاوروبيه في حاجات بتبقى مثلا الدونر في معظمها اكسبتد، لكن في بعضها بيرفض برضه. في بيرفض الفريزنج اللي هو اكسبتد عندنا، يقول لك لا الفريزنج ده مش مقبول. ففي ريجوليشنز، انت بتشتغل فين هتشوف الريجوليشنز بتاعتك، وبعدين انت طبعا بتشوف ده مناسب ليك مش مناسب ليك، ايه الوضع فيه. دي قصص ممكن نبقى نعمل عليها حتى مع يعني نعمل عندنا كذا حد من كذا حتة مختلفة، فممكن نبقى نعمل حاجة على الإيثيكال concerns الموجودة في reproductive medicine. طيب تعالوا نبدأ كده الرحلة من الأول، إزاي بيحصل pregnancy يا جماعة؟ عاوزين إيه عشان يحصل pregnancy؟ إيه رأيكم؟ عاوزين إيه؟ يحصل إزاي؟ عاوزكم تبقوا مصحصحين كده معايا، انا مش شايف غير الدكتور نبيل بس، يعني عاوز اشوف الناس كده مصحصحه معايا. في مين يحصل فيرتوليزيشنز؟ علشان يحصل سبيرم والاوفا بيحصل زايجوت اكيبتيزيشنز. اسمح حضرتك يا دكتور، ACE دي اختصار ليه؟ لا ده اللابتوب. اسف. طب اسمك يا باشا؟ اسمي دكتور خالد دخفني يا فندم. اهلا بيك يا دكتور خالد، عشان بس نبقى فاميليار ببعض كده، يا ريت كل الناس يعني اللي مناسب لي يفتح الكاميرا يفتح ونتكلم كده ونحس ان احنا قاعدين مع بعض كده ونعزم بعض على شاي وقهوه وحاجات كده. تمام يا فندم.
أو لازم يعني خلينا نشرب كده و... واللي جنبه أكل ياكل وكل حاجة. طيب وصوات كل حاجة. طيب علشان يحصل الفيرتلايزيشن محتاجين يبقى عندنا وعندنا ماتيور اوسايت مش كده؟ بعدين يحصل فيرتلايزيشن وبعدين يحصل امبلانتيشن. فعلشان نحصل على ماتيور ايج وماتيور اوسايت طبعا يبقى في عندي بروسيس اسمها جاميتوجينيسيس، جزء منها بيحصل في الميل وجزء منها بيحصل في الفيميل. السبرماتوجينيسيس بتحصل في الميل، الاوجينيسيس بتحصل في الفيميل. كلام بسيط جدا يعني، بعض الناس ممكن تتضايق يقول لك الدكتور بيضيع وقتنا بكلام، لكن يعني كلام لازم ايه نبقى عارفين. وبعدين علشان يحصل الفيرتلايزيشن عشان يوصل السبرم للاوسايت احنا بنتكلم على حاجه ناتشرال، ربنا سبحانه وتعالى خالق يبقى فيه سيكشوال انتركورس. فلو في مشكله سيكشوالي وده ممكن يبقى من ضمن الحاجات بتاعتنا في الانفيرتيليتي ان ممكن يبقى فيه سيكشوال بروبلم، اكيد هيبقى فيه انفيرتيليتي ممكن مش كده. فناتشرالي احنا محتاجين يبقى فيه سيكشوال انتركورس، سكسسفول سيكشوال انتركورس. وبعدين وقت السيكشوال انتركورس كمان بيحصل في وقت مناسب للاوفيوليشن وهنتكلم عليه. وبعد ما بيحصل او هو لو في السبيرمز طبعا ويتنج او في اثناء حدوث الاوفيوليشن بيحصل الفيرتلايزيشن. وطبعا لازم يبقى السبيرم ده وصل لمرحله ان هو ماتيور، والاوسايت اللي طالعه له لازم تبقى ماتيور اوسايت، فعشان يحصل الايه الفيرتلايزيشن سكسسفول فيرتلايزيشن. وبعدين بعد الفيرتلايزيشن إذا كان سكسسفول وحصل تكون إمبريو والإمبريو حصل له ديفيجن بشكل كويس فأصبح بلاستوسيست، بيحصل بعد كده الإمبلانتيشن. فدي البروسيس. طبعا البروسيس ديت اللي هنتكلم فيه مبدئيا طبعا الايه الجاميتوجينيسيس اللي هو بيبقى مختلف في الميل والفيميل. هو في طبعا تشابه في الباك جراوند بتاعه، لكن هو في الاخر ده لي زي ما بنقول التستس دي فاكتوري بتصنع على طول، اما الاوفري فهو ستورج بس، هو مخزن. تمام. لو احنا جينا بس هنا بس بنبص كده على الصوره ديت بنلاقي ان في بروسيس بيبقى طبعا اسمها سبرماتوجينيسيس، هي البرودكشن بتاعت السبيرمز وهنقولها بشكل تفصيلي. والسبيرمز بيحصل تشينجز في الشكل بتاعها، لان هي بتبتدي كخلايا بتبقى راوندد سيلز كده، لازم تحصل لها ان هي تتحول الى ايه الى سبيرم. والسبرم ده بيقطع رحلة طويلة قوي في من الإبيديدمس للفاس ديفرنس للإيجاكولاتوري داكت للبروستيكتيك يوريسرا للبرايل يوريسرا، ويروح بقى في الفيميل جينيتال تراكت. وفي الفيميل جينيتال تراكت بيكمل، هو ما بيبقاش على فكرة capable of fertilization إلا لما بيخش ويستقر في الفيميل جينيتال تراكت، وممكن ياخد له وقت على يعني ما بين 2 to 6 hours علشان يبقى يقدر ان هو يبقى capable of fertilization. بيبقى اسمها ايه الحتة ان هو يبقى capable for fertilization؟ حد عارف اسمها ايه؟ capacitation. capacitation اتكلمنا عنها في ال البيزك ساينس اللي حضر معانا كورساتنا وكده. وطبعا دي كمان اللي بيساعد عليها السكريشنز، اليوتراين سكريشنز والتيوبال سكريشنز هي اللي بتساعد عليها، يعني السبيرمز وهو في الفاجينا مش كيبابل. تمام.
واحنا بنعمل الكلام ده بره. يعني احنا لما بناخد السبيرمز بقى بره مثلا علشان نحضرها فور اي او اي ولا نحضر ان احنا نعمل اي بي اف ولا الكلام ده, بنعمل تحضير ان هو بيخلي السبيرم كابابل اوف فيرتلايزيشن, بتخلي يبقى في الهايبر موتيليتي عنده, يبقى في الاكروزومال رياكشن, الحاجات اللي هي كلها اللي هي بتحصل في الفيميل جينيتال تراكت دي احنا بنقلدها بره. الجاميتوجينسيس سواء في الميل او الفيميل بيبقى ليها تو ستيجز, ستيج اسمه مايتوزيس بيبدا بالسبرماتوجونيا او الاوغونيا عشان تطلع خليه زيها بالظبط في عدد الكروموزومز, ودي بتبقى بروسيس اهميتها انها بتزود النمبر اوف جيرم سيلز سواء عند الرجل او السيد. اللي بيحصل دوت بيحصل في الرجل وفي الست, بس في الرجل المفروض ان هو الفسيولوجي ان هو يفضل يحصل all through life, اما في السيدة فبيحصل لغاية الاسبوع الستاشر الاسبوع العشرين من الانترايوتراين لايف. وكل الاوغونيا بيبقى اسمها ايه وقتها؟ بيبقى اسمها برايمري اوسايت, برايمري اوسايت. والبرايمري اوسايت دي ما تقدرش تنقسم الا بالميوزيس, ومش وبعدين بتبدا في حاجه اسمها الفيرست ميوتيك ديفيجن, وبيحصل لها توقف في الفيرست ميوتيك ديفيجن في الديبلوتين ستيج بتاع البروفيز بتاع الفيرست ميوتيك ديفيجن. مش مشكله المعلومات ديت, احنا مش داخلين امتحان, انا بس بقول لكم الحاجات اللي هي في البيزكس, يعني اكيد انتوا برضو فاكرينها. فبيحصل توقف للاوسايتس البرايمري اوسايتس, وما بيحصلش كونتينيويشن للميوتيك ديفيجن الا لما بقى تبقى تختار وتبقى في مرحله ان هي قربت ان يحصل لها ايه, يحصل لها اوفيليشن. فاساسا في برايمري اوسايتس كتيره هتروح من غير ما هتكمل السكند الفيرست مايوتيك ديفيجن ولا السكند مايوتيك ديفيجن, تمام. اما الراجل فبيبقى عنده زي ما قلنا ايه البروسيس بتاعه الايه بتاعه الميتوزيس شغاله على طول, فبيفضل عنده سبرماتوجونيك سيلز, وفي نفس الوقت في جزء من السبرماتوجونيك سيلز دي بتتحول لبرايمري سبرماتوسايت, بتقدر انها تكمل او تخش في الفيرست والسكند ميوتيك ديفيجن عشان تطلع لي السبرماتيد. طبعا الرجل مختلف عن السيده في ان هو ما بيبداش البروسيس بتاعه السبرماتوجينيسيس دي الا امتى يا جماعه؟ يعني هو عنده السبرماتوجينيك سيلز بعد البيبرتي, الا بعد البيبرتي. يعني بتفضل السبرماتوجينيك سيلز موجوده, ما فيش اكتيفيتي فيها. لازم بعد البيبرتي تبدا ايه بقى, تبدا نتيجه الهرمونال تشينجز اللي بتحصل ان يبدا يبقى فيها ميتوزيس وميوزيس. اما السيده فهي وهي في الانترايوتراين لايف من 10 اسابيع بتبدا في البروسيس بتاعه الايه بتاعه الميتوزيس, وبنيجي على وقت 16 اسبوع 18 بتيجي يحصل ان ايه ان كل حصل خلاص وصلنا لعدد كبير قوي من الايه من البرايمري اوسايتس. العدد ده تقريبا بيبقى كام؟ بيبقى 7 مليون كلهم بقوا برايمري اوسايتس, ما فيش منهم اي حاجه بقى ايه اوغوني, فكل ما فيش حاجه تنفع تنقسم خلاص بالميتوس ده اخرنا. وبعد كده طبعا بيبقى فيه العدد ده في تناقص. ليه؟ لان هنلاحظ ان الاوفري دايما في كوهارتس من الاوسايتس بيحصل لها سيلكشن, وده بيحصل من انترايوتراين لايف. يعني في جزء من
من الاوسايتس كده كده بتخسر مع من غير ما, 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 ما من غير اي حاجه كده كده في اكتيفيتي ان البرايمري اوسايتس دي بدل ما هي في ستيج اسمه ريستنج ستيج بتبقى في ستيج اسمه اكتيف ستيج. وما دام هي في دخلت الستيج بتاع الاكتيف ستيج ده ما بتقعدش كتير يعني هي وهي في الريستنج ستيج ده كانها محفوظه كده تفضل قاعده لغايه ما ايه ما ياذن الله. لكن هو الاوفر بطبيعته في فاكتورز بتبقى مخليه الاوسايتس او مخليه جزء من الاوسايتس في الريستنج فيس وفي جزء ما بيقدرش يفضل قاعد في الريستنج فيس بيسيب وبيكمل او بيحصل له ميتابوليك اكتيفيتي وبعد شويه بيحصل له اتريزيا وبيفقد. لذلك ات بيرس النمبر بتاعت الاوسايتس تقريبا بتبقى كام؟ 1 مليون تقريبا مليون. اللي هيقول لي مليون ونص مش غلط، اللي هيقول لي 2 مليون مش غلط. هي في فاريشنز طبعا يعني في حد بيبقى عنده اكتر من حد عادي يعني ده طبيعه البشر، مفيش حد طول واحد مفيش حد شكل واحد تمام، فكل واحد بيبقى مختلف. لكن في الاخر احنا بنتكلم على ايه؟ على العدد اللي هو يعني تقريبا موجود. وعلى ما بنوصل للبروبرتي بيبقى تقريبا عدد البرايمري اوسايتس بيبقى كام؟ 350 الف 350 450 400 الف مش فارقه، في ممكن يبقى عندهم اقل، ممكن ناس يبقوا بريدسبوزد ان هم يبقوا عندهم بريماتور اوفريان ايجينج بدري، هو اساسا جيناتيكالي هم ما عندهمش كتير بسبب بقى جيناتيك بروبلم، بسبب تعرضوا لحاجه انترا يوتراين حاجات كتير. حد بيسأل حسن؟ حد بيكلمني يا جماعة؟ في حد بيسألني على سؤال أنا مش سمعتش؟ طيب فبنتكلم إن إحنا في الوقت البيبرتي بنبقى 300 ألف 400 ألف. طبعا في continuous recruitment، في continuous exhaustion للأوفر، في continuous decline للأوفريان ريزيرف. من بعض المعلومات الخاطئة اللي دايما بسمعها وللأسف بسمعها من دكاترة بيقولوها المرضى، بيقولها التنشيط خلص المخزون بتاعك. حد سمع أو حد بيقول لي الكلام ده؟ إيه بكثرة بسمع فيها يا فندم؟ إيه نسمع فيها بكثرة؟ يقول لها ايه الدكتور هو اللي خلصك المخزون اصل اداكي تنشيط اصل عملك اداكي حقن تنشيط فدي خلصت المخزون. وبرده من ضمن المعلومات الغلط صحيح. برضو ان ايه ان لا ده خدي هرمونال كونتراسبشن هتمنع الاوفيليشن هتحافظ لك على المخزون. وناس اتخدعت بالكلام ده الفاضي ده طبعا وهي مفكره تقول لك ايه ان الدكتوره حافظت لي على المخزون فادتني ايه حبوب منع الحمل عشان احافظ على مخزون المبيض عشان ما يخلصش اصل المخزون كان عندي قليل. يعني انا معلش بقول بعض الكومنتس كده اللي انا بقابلها في حياتي يعني ف علشان نبقى برضو اوير بعلاقتها بالفيسيولوجي تمام. طبعا الديكلاين ده مستمر وفي وقت معين هيحصل ديبليشن للاوسايتس. الوقت ده هو اللي لما بيحصل او بنوصل ان هو قريب ان هو يحصل، هو غالبا قبل يعني حتى بيحصل سيسيشن للمنستريشن ولسه السيده عندها اوسايتس، بس الاوسايتس دي حتى ما في الفتره الاخيره ما بتبقاش اوفيولاتري، ما بتنجحش ان يحصل لها اوفيولاتري سايكل او بتبقى سبوراديك كده ان يحصل منها اوفيوليشن او حتى عند المينيبوز بيقولوا ان تقريبا بيبقى عدد الاوسايتس اللي موجوده بيبقى 1000 اوسايتس ما بتبقاش زيرو يعني. طبعا في فاريشن في الايدج اللي يحصل فيه المينيبوز، في ناس بيبقوا بريدسبوزد بدري، في ناس بيحصل لهم قبل ال40 بنسميهم ايه
بريماتور اوفيريان فيلر انسفشنسي. الاسم الاحسن بريماتور اوفيريان انسفشنسي، هو ليه جايد لاين تبع الاشري هنقراه برضو، حاجات اللي هنبعتها لكم، وليه مانجمنت تمام. في ناس اساسا بيبقى تعرضوا الحاجات بقى اللي ممكن تخلص المخزون، يعني في ناس ممكن اثناء اللايف السيده في حاجات ممكن تكون تعرضت لها تخلص المخزون. زي ايه مثلا؟ راديشن مثلا، راديشن او شالن شوكليت سيستم. الو ايوه معاك يا دكتور. فزي ان تكون طبعا اخذت كيموثيرابي، السيرجريز السيرجري لابروسكوبي سيرجري بيفكت اوفيريان اندوميتريوزس. اوفيريان الاوفيريان سيست ده من الحاجات اللي هي نخلي بالنا قوي منها، لان هي احنا ممكن نكون او يعني بنعمل حاجات بنعتقد ان هي في صالح المريضه، ولكن ممكن تكون طبعا تو ديبليتس الاووسايتس. فلازم نخلي بالنا قوي لو احنا هنعمل سيرجري على الاوفري، ان هل السيرجري ضروريه ولا لا، ولو هي ضروريه ايه مقدار الافكت بتاعها على الاوفريان ريزيرف، ولو ليها افكت على الاوفريان ريزيرف في عيانه في الريبرودكتيف ايج مهم ان احنا نعمل ايه يا جماعه قبل ما نعمل السيرجري؟ كاونسلنج ما دي كده قبل فريزنس ممكن ان احنا to offer her ال fertility preservation method. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي ممكن نعمل لها embryo freezing لو هي in relationship، ممكن نعمل لها oocyte freezing، ممكن نعمل لها ovarian tissue freezing. لازم نبقى ايه، نبقى aware بالنقط دي، ما هياش الموضوع بس ان احنا بنعمل surgery وخلاص. تمام. excuse me دكتور. نعم. surgery for what؟ لما نبي نشتغل ندير freezing or another thing surgery، يعني any surgery. I don't understand that. نتكلم على الأوفيريان سيستكتومي. أوكي. بالذات طبعاً في حاجات، في حالات زي الإندوميتريوتيك سيست، يعني لازم إن إحنا مش كل حاجة نعمل لها سيرش. حتى طبعاً لو هي حاجة سيمبل أوفيريان سيست دي مش محتاجة أساساً سيرش. تمام؟ والإندوميتريوتيك سيست في أغلب الأحوال في جايد لاين على الإندوميتريوزيس. ممكن ما نتسرعش في موضوع السيرجري فيها، بالذات في عيانه يعني لسه يونج ايج، لسه ان ماريد، لسه بتبريبير لل لي ان هي تو هاف كيدز. ولو هنعمل حاجه زي كده لازم نخلي بالنا بقى، مضطرين نعمل في مثلا سسبيشس اوفيريان سيست لازم نشيلها. الكلام دوت لازم نفكر بقى في موضوع الفيرتيتي بريزرفيشن. تمام. انا عارف ان كل حاجه من دول ده موضوع لوحده، بس انا بحب ان احنا نناقش الفسيولوجي بهذا الشكل عشان نستفيد منه. طيب نيجي هنيجي بقى للتفاصيل بتاعه الاووسايتس والديفيجن دي، خلينا هنتكلم عليها كمان شويه. طبعا هو بيبقى فيه الفيرست مايوتيك ديفيجن للبرايمري اوسايت، بيطلع حاجه اسمها سكندري اوسايت، وحاجه اسمها ايه بولر فيرست بولر بودي. وفي طبعا السكند ميوتيك ديفيجن بتطلع ايه، بيطلع الايه ال الماتيور بقى او الماتيور اوفم والسكند بولر بودي. السبرماتوسايت القصه بقى مختلفه، احنا بيطلع لنا
البرايمري سبرماتوسايت بتنقسم الى ايه؟ الى اثنين سكندري سبرماتوسايت، والسكندري سبرماتوسايت كل واحده بتدي تو سبرماتيدز. والسبرماتيدز زي ما انتم شايفين دي بتبقى راوند سيلز. السبرماتيدز دي مش كيبابل فور ايه؟ فور فيرتلايزيشن. يعني ما ينفعش ان ايه؟ ان السبرماتيد دي يحصل منها فيرتلايزيشن. وفي بعض الناس عندهم ابنورماليتي ان السبرم او ان ما عندهمش سبرم. اللي بيبقى عندهم ايه؟ اللي بيبقى عندهم بيبقى راوند سيلز، بيسموها راوند سيل ابنورماليتي. ودي طبعا بتبقى مشكله في موضوع الايه؟ موضوع الـ حتى الاي في اف بيبقى طبعا مشكله، لان لازم طبعا السبرماتيدز دي نورمالي ان هي بيحصل بروسس بعد السبرماتوجينيسيس. بروسس بقى ايه؟ سبرماتوجينيسيس ان هو بيحصل كونفرجن للراوند سيلز دي كل بقى سبرم تو سبرم تو سبرم. تمام. طيب طبعا البرودكشن زي ما قلنا في التست ده المفروض ان هو كونتينوس، بيبقى موجود في حاجه اسمها السيمينيفروس تيبيولز. السيمينيفروس تيبيولز دي بيبقى فيها الخلايا حاضنه كده اسمها سيرتولي سيلز، بتحضن السبرماتوجونيا، وبتبقى كل مراحل السبرماتوجينيسيس بين السيرتولي سيلز اللي موجوده. تمام. وطبعا يعني من ضمن المعلومات اللي جنب حداوشه دير ميوت. الو انا مش سامع حضرتك، اسالي حاجه. صوت دوشه، بس في صوت دوشه من احد الدكاتره، يا ريت يعمل ميوت. ما سمعتش السؤال. بقول لكم من الفاني من الفاني نوليدج اللي احنا يعني نعرفها ان ايه؟ ان مع كل هارت بيت يبقى في حوالي اكتر من 1000 سبرم بروديوسد افري داي. فبنتكلم ان موضوع السبرماتوجينيسيس ده مستمر كل مع كل هارت بيت. اي فندم، اهلا بحضرتك. معلش انا اسف يا جماعه. معايا يا جماعه؟ ايوه الحين سمعنا، الحين في صوت. طيب احنا كنا بنتكلم ان كل مع كل هارت بيت في اكثر من 1000 سبيرمز بروديوسد افري داي.
يعني تقريبا سوري مع كل هارت بيت في اكثر من 1000 سبيرمز. يعني بنتكلم في اليوم بنتكلم في برودكشن 250 مليون سبيرم افري داي، فعدد مهول جدا تمام ومستمر. طبعا في البرودكشن دوت عشان يحصل لازم في انتجريتي في الستيكلر فانكشن، ولازم في انتجريتي في الهرمونز اللي هي كنترولينج التس. ففي بري تستيكلر كنترول من الهايبوثالاموس والبيتوتري، هنتكلم عليه ان شورت كده، عشان يحصل ايه، يحصل البرودكشن بشكل كافي للايه او بشكل افكتيف من الايه من التس. وبعدين في الترانسفير بتاع السبيرمز لازم يحصل، يبقى فيه انتاكت ترانسبورت من اول السيمينيفروس تيبيولز للابيديدمس للفاز ديفرنس للإيجاكولاتوري داكت البروستاتيك يوريسرا البنايل يوريسرا كل ده. فده مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين البروسيس بتاعت السبرماتوجينيسيس وايه اللي كنترولينج السبرماتوجينيس. فطبعا عندنا الهايبوثالاموس بيتوتري، وطبعا البيتوتري بتبقى كنترولينج تستيكولار فانكشن علشان يحصل يبقى فيه الكونتينوس برودكشن دوت، لازم يبقى فيه فانكشن للليدنج سيلز، لان الليدنج سيلز بتبقى مسؤوله عن البرودكشن بتاع التستوستيرون اللي هو مهم علشان اللي هو مهم علشان تفضل الميتوتيك ديفيجن، والميتوتيك ديفيجن يفضل بيحصل. والال اف اس اتش مسؤول عن السيرتولي فانكشن اللي هي مهمه جدا عشان تسبورت السبرماتوجونيا في الديفيجنز بتاعها والفانكشن بتاعتها. طبعا في بعض الاحوال اساسا ما بتبقاش في السبرماتوجونيا مش موجوده، ممكن ما تبقاش موجوده بسبب جيناتيك بروبلم، بسبب اكسبوجر لان كان في اندسندد تيست لفتره طويله فخلاص، فحصل ان بقى في فايبروز تيست والتيست ما فيهاش، ما عادش في سبرماتوجينيك سيلز. فكل دوت ممكن طبعا يبقى هنا الكوز اساسا جاي فين؟ برايمري، جاي من الايه، من التس. مهما كان فيه هرمونز، مهما كان فيه الهايبوثالاموس بيتوتري كانت شغاله، الباثوي شغال، احنا ما عندناش اساسا سبرماتوجينيك سيلز. ساعات بيبقى فيه مشكله في الكونفرجن، زي ما قلت لكم ممكن يبقى فيه عندي راوند سيل ابنورماليتي في كل السبيرمز، مفيش ساعات ممكن طبعا نلاقي بعض الراوند سيلز في السيمين اناليسز، ما تفرقش معايا كتير ما دام في سبيرمز سليمه، لكن في بعض الاحوال بنلاقي ان مفيش سبيرمز او مفيش سبرماتيتس بتتحول ل سبيرمز. زي ما انتم شايفين هنا في بروسيس بتاعت ايه، بتاعت دكتور تحول I haven't screen يا دكتور. I cannot see your screen. السكرين مش باينه؟ لا باينه باينه يا دكتور. طيب ماشي. ففي مرحله تحول زي ما احنا شايفين كده، كل حاجه في الخليه بتتحول لحاجه في السبيرمز. طبعا اهم حاجه هو السبيرم، زي ما دايما كنت اقول احنا ايه نسبه مشاركته او ايه اللي انا محتاجه عشان يشارك في تكوين الامبريو. احنا هنتكلم في سلايدز على الماتيرنال كونتريبيوشن والباترنال كونتريبيوشن للامبريو. الباترنال كونتريبيوشن اهم حاجه بيشارك بيها السبيرم هي ايه؟ هي النيوكليس، مش كده؟ اللي هي بتبقى
الهيد. تمام؟ طيب السبرم بقى الكونتريبيوشن بقى بتاع بقيه الحاجات هو مش في الامبريو، هو عشان يوصل النيوكليس ديت الى الاووسايتس، فبيحصل مورفولوجيكال تشينجز بتبقى موجوده بحيث ان هي ايه، ان هي تخلي السبرم ده يقدر يوصل ل الاووسايت. المورفولوجيكال تشينجز دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان يبقى في حاجه اسمها اكروزومال كاب. اكروزومال كاب ده مهم جدا 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 جدا. تمام، بيبقى في انزيمز من اهمها حاجه اسمها فوسفولايبيز زيتا، ده مهم قوي ان هو من غيره مش السبرم ده مش هيقدر يخش جوه الاووسايت، مش هيقدر يبنتريت الزونة باليوسدا ويخش جوه الاووسايت، فده حاجه مهمه جدا. مش بس كمان ان هو يخش جوه الاووسايت بس، ده في حاجه هنتكلم عليها اسمها اووسايت اكتيفيشن. هو ممكن السبرم يتدخله جوه الاووسايت، ما ممكن حد يحقن سبرم جوه الاووسايت. هل كل احنا في الاكزي بنحقن السبرم جوه الاووسايت، هل معنى ان احنا حقناه نقول ان حصل سكسسفول فيرتلايزيشن؟ هل حد لا يعني لا، ما في الامبريولوجيست هيقول لك انا حقنت 10 مثلا في الناس اللي بتشتغل اي بي اف او كده، يقول لك انا حقنت 10 اووسايتس ممتاز والسبرمز كويسين والاووسايتس كويسين، بس خمسه بس اللي فيرتلايزد رغم ان الاووسايتس ماتيور وكل حاجه. في حق لازم في بروسيس بعد الفرتلا او بعد الانجكشن او بعد ما السبرم يخش في الاووسايت بيحصل حاجه اسمها اووسايت اكتيفيشن، ومن غير الاكتيفيشن دوت هنتكلم عليه مش هيحصل مرحله ان يبقى في عندي تكوين جنين وان يفضل ايه يبقى مرحله الامبريوجينيسيس تفضل مستمر. تمام، طيب فهنا في ايه، في قلنا في الكاب مش هنطول قوي، بس في طبعا الميتوكوندريا بتبقى في طبعا بتبقى بتعمل حاجه اسمها الميدل بيس، ودي بتبقى لفه على الفلاجيلم اللي هو جاي من المايكروتوبيولز، وده طبعا بيبقى عامل التيل. فطبعا زي ما انتم شايفين كده في شكل للسبرم، الشكل ده هو اللي بيسمح له ان هو يتحرك في الرحله الطويله بتاعته دي، سواء في الميل جينيتال تراكت او في الفيميل جينيتال تراكت لغايه ما يقدر يوصل للاووسايت. بالاضافه كمان وجود الكاب دوت اللي هو الكاب ده حتى بيحصل فيه حاجه اسمها اكروزومال رياكشن في الفيميل جينيتال تراكت اللي هي بتسمح له بالسكسسفول فيرتلايزيشن. تمام، طيب قلنا علشان القصه دي تحصل لازم تبقى التستيكولار فانكشن كويسه، وفي عندي اساسا السبرماتوجونيك سيلز، وطبعا مهم ان يبقى فيه هرمونز بتحرك السبرماتوجونيك سيلز ديت، اللي هو زي ما قلنا يبقى عندي من البيتوتري طالع ال FSH وال LH. تمام، وطبعا لو انا اتكونت عندي السبيرمز لازم ان هي تتنقل وتروح فين؟ لازم تتنقل من السيمينيفرس تيبيولز اللي موجوده هنا، بتروح ل حاجه اسمها داكتس ديفرنس، وبعدين بتروح على الابيديدمس، وبعدين بتروح من الابيديدمس بقى على ايه؟ على تمشي في الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس وبتبقى موجوده يعني معظم ممكن تبقى موجوده في الفاز ديفرنس لغايه ما يحصل ايه؟ لغايه ما بيحصل ايجاكيوليشن، بتطلع من الفاز ديفرنس على حاجه اسمها ايجاكيوليتوري داكت على ايه؟ على اليوريسترا، على الايه؟ على الفيميل جينيتال تراكت. فمهم قوي كمان الايه؟ الباث واي ده يبقى انتكت. تمام، طيب بناخد قد ايه في مرحله
تكوين السبرم. احنا قلنا كل دقه في القلب معاها 1000 سبرم بيتكون، بس هو التكوين ده بقى بياخد وقت قد ايه؟ البروسيس دي شغاله على طول، شغاله ليل نهار صبح بالليل، يعني شغاله الله ينور، يعني مصنع شغال انتاج مستمر في كل ثانيه في كل لحظه، تمام؟ بس بياخد كام من انت عندك 70 days من سبرماتوجينيك سيلز على ما توصل الى مرحله الماتيور سبرم؟ بناخد تقريبا ايه حوالي 70 days. طب ودي ليها يعني اهميه ان احنا نعرف ان هو 70 days دي، عشان لما نعيد السيمن اناليسيس مثلا نعطي ميديكيشن ولا حاجه، يعني كل لو احنا لو احنا متوقعين ان احنا عملنا حاجه مثلا عيانه عندها الاف اس اتش والال اتش قليلين، عيان بقى مش عيان، عيان هايبوجنادوتروفيك هايبوجناديزم، وده سبب ان عنده ازوسبرميا او عنده اوليجوزوسبرميا، وهديله اتس جي في التريتمنت وكده، ما توقعش ان هيبقى فيه تحسن قبل الشهرين او 3 شهور كمان، تمام؟ فعلشان افولو اب، لو حد عمل احنا لو حد عمل فاريكوسيلكتومي، الفاريكوسيلكتومي ما بقولش انها لازم تتعمل، بس بقول لو اتعملت وعلى بانتنشن او هو اتخذ قرار طبي انها تتعمل علشان تصلح الايه مشكله مثلا اوليجو اسينو تراتو واتيفر، حد عنده مشكله، فما تتوقعش ان انا هعملها من هنا وان هيحصل التصليح ايه ده، لا ده هناخد من 3 لـ6 شهور، يعني لازم يبقى عندي وقت لو انا لو في حاجه زي كده هتتعمل، تمام؟ لما انا اجي اعيد نعم دكتور احمد، لما نقول للناس يعملوا سيمن اناليسيس بنقول لهم مثلا ما يعملوش انتر كورس مثلا من 3 لـ5 أيام او 3 لـ7 أيام، ايه الفكره يعني؟ ما هو هو اول حاجه انا مش موافق على الكلام ده 100%، تمام؟ يعني بل بالعكس، ساعات بنلاقي الناس اللي هي بتبقى عندها وبالذات لما الفتره الطول بيبقى السبرمز اللي طالعه او اول ايجاكيليشن ما بيبقاش كويس، تمام؟ هي الفكره ايه؟ الفكره ان انت ما تطولش الفتره قوي، فيبقى عندك السبرمز اللي موجوده بقالها فتره موجوده في الفاز ديفرنس وكده، وممكن ما تبقاش كويسه. لذلك ممكن لو انا لقيت اول هو ممكن تو يقولوا ان هو يعني ما نطلبهاش الا لما يكون الريت بتاع السكشوال انتركورس بير ويك، يعني اذا كان كل 3 دايز فانت تطلبها بعد 3 دايز يعني. بص يا فندم، يعني هو كلاسيكالي في حاجات كده احنا تعودنا عليها، هقول لك اسبابها ايه، بس انا مش موافق عليها 100%، لكن هو فور يونيفيكيشن احنا بنتفق ان احنا لما نيجي نعمل سيمين اناليسيس بنتفق على ان هو من 3 لـ7 ايام علشان يبقى الحكم واحد لايه للناس كلها، ما نقولش ده ايه ده اصل احنا طولنا اصل احنا قصرنا وهكذا، فدي نقطه. لكن انا هقول لكم انا ان لو في حد او بعمل له وفي لونج ديوريشن من الابستنس، انا شايف ان ده ممكن يحتاج ان هو بعدها مباشره، وده بنقابله في ساعات في حالات ان احنا مثلا بنعمل عاوزين ناخد عينه يوم الاكسي او يوم الاوفن بيك اب، المريض طبعا العينه ما بقى لها فتره ما حصلش سيكشوال انتركورس مثلا او كده، فبقى له مثلا اسبوعين بتوع الاستيميليشن او اكتر ساعات او كده ما حصلش، نيجي ناخد اول عينه نلاقيها مش حلو، نقول له طب ادينا سامبل ثانيه نلاقيها احسن من الاولانيه، تمام؟ فاللونج ديوريشن انا اتفق ان هو مش محبب. الشورت ديوريشن بقى برضو بيتكلموا ان هي ما خدتش وقتها في الايه، يعني ده كلام الى حد ما ثيوريتيكال، انا رايي ملوش اساس يعني مظبوط قوي، ان هو لو 3 ايام ولا اقل او كده ان هو ما خدش وقته في الماتوريشن والكلام دوت، انا مش موافق، انا عن نفسي مش موافق عليه. لكن احنا دي القواعد زي ما انت بتقول 3 لـ7 ايام دي القواعد،
اللي هو اللي بتتقال لاي حد بيجي يعمل ايه، بيجي يعمل سيمن انالس. تمام. طب حضرتك احنا بندي الميل اف اس اتش برضه، الميل بندي الاف اس اتش. خلينا عندنا محاضره على الميل انفيرتيليتي هنتكلم فيها، وامتى ندي وامتى ايه يبقى الفايده منه، لان دي حالات قليله اللي بتستفيد من الجونادوتروفينز في الميل. اللي بيستفيد من الجونادوتروفينز في الميل تقريبا 5% او اقل من الحالات الميل انفيرتيليتي. تمام. فخلينا نتكلم عليها في وقتها ان شاء الله. طيب فدي الفتره اللي هي ايه اللي هي بنقعدها. بمناسبه ان احنا فتحنا موضوع ان احنا نعيد، هل لو انا لقيت حاله جالي وبعدين عملت له التحليل لقيت مثلا عنده 500,000، اقول له استنى بقى شهرين كده ثلاثه ونعيد عينه ثانيه، ولا ايه رايكم في المانجمنت بتاعه؟ انا البراكتس بخليهم يعملوا كرايب ريزيرف وبعدين بتفاهم معاه. ايه رايكم؟ حد عنده راي ثاني؟ طيب supplement repeat immediately. We can give some supplement or vitamin E. طيب مبدئيا انا ما لو في severe changes لا ما استناش الشهرين، طبعا ما استناش الشهرين، اعيد immediately. وممكن ابقى مجهز للفريزنج زي ما الدكتور ساير قال، يعني انا ممكن وانا بعيد او بعد ما اعيد مش المهم ان انا، لان انا ممكن يكون في بروجريسيف دامج للتست، بالذات بقى قوي لو لقيت كمان ان الشخص ده في حاجه ممكن تبقى مدياني فكره ان في دامج هابينج ان ذا تست. لو لقيت معايا لو عامل فحص بالاول كان مثلا 5 مليون وجالي تاني لقيته مثلا مليون، لا انا كده هروح على طول كرايب ريزيرف، لانه احنا هيك عمال في بروجريس دامج عمال يعني مش هستنى عليه. في هرمونال ماركر كده لو لقيته ده اف اس اتش، لو الاف اس اتش بلش يعلى، لو لقيت الجونادوتروفينز، لو لقيت الاف اس اتش بتاعه عالي، ده معناه ان في سمثينج هابينج دامجينج التس. فممكن اجي بعد شهر ولا شهرين اعيد تاني ما الاقيش، والله اعلم لو عملت بقى تستكرر بايوبسي هلاقي ولا. فزي ما انت بتقول كده مهم قوي السيفتي. السيفتي بالنسبه للعيان ده ان انا اعمل له ايه؟ اعمل له فريزنج. تمام. فدي نقطه مهمه برضو. فموضوع الاعاده على حسب، لو انا عندي مايلد ابنورماليتي طالع العدد مثلا 12 مليون 10 مليون، الموتيليتي مثلا طلعت 30% موتايل مش عارف ايه، ادي فرصه، اعمل الانفستيجيشنز بتاعتك زي ما هنتكلم، وندي فرصة شهرين ونعيد تاني مفيش مشكلة خالص. ساعات بيبقى الواحد في وقت معين under stress، النيوتريشن مش قد كده مش عارف ايه، فسموكينج، فيغير اللايف ستايل، يحاول ان هو، هنتكلم في الحاجات دي. بس يعني ايه الفسيولوجي مشكلته ان هو ممكن يفتح معانا في كل حاجة، يعني ممكن ناخد المحاضرة دي وخلاص ونقفل الكورس على كده ويبقى كده خلصنا الكورس يعني. طيب فده بالنسبة لي موضوع السبرماتوجينز. بالنسبة بقى موضوع الأوسايتس احنا اتكلمنا اوريدي فيه، شايفين هنا اكتر وقت عندنا برايمري سبرماتوسايتس في امتى؟ 20 ويكس. تمام. خلاص بعد كده احنا داخلين في في النازل. واكتر لص يعني دايما بقول لعيانه لما نيجي نتكلم، ساعات تيجي تقول لي الدكتور خلصت عمل لي تنشيط كذا مره وسحب لي بويضات وخلصت المبيض وهو اللي دخلني في كده. يا بنت الحلال دخلت في كده ايه؟ انت بتفقدي اساسا، بتفقدي لك 6 مليون اوسايتس اساسا وانت لسه ما اتولدتيش. يبقى الدكتور اللي عمل لك ستيميليشن وهو ما عملش اي حاجه هو اللي خلصه لك. تمام. لكن طبعا في ناس للاسف الاياتروجينيك اوفيريان انسفيشنسي بيحصل لهم، باكد عليه موضوع الاوفيريان سيستكتومي يا جماعه. تمام. باكد عليه لان بشوفه كتير وبيضايقني انا كدكتور اي في اف، بيضايقني جدا جدا جدا، لانه بيغير لي الاقي يعني العيانه بيبقى البروجنوز بتاعها بيتغير بشكل كبير جدا. فلو سمحت يا جماعه، ويا ريت ان بلاقي انديكيشن
مستاهل ولا الاقي هيستوباثولوجي بيقول لي ان كان العيانه عندها حاجه، يعني الاقي فانكشنال سيست تشال ولا بتعمل ايه ده ليه؟ تمام. طيب ده احنا اتكلمنا عليه. طبعا كل شهر في ريكروتمنت ممكن يوصل لألف، وساعات اكتر من ألف اوسايتس يحصل لها سيليكشن. طبعا نعم. لو انا بعمل سي اس والايد اوفيريان سيست مثلا 5 في 6، دي اعمل لها سيستكتومي ولا سيبها زي ما هي؟ سيبها زي ما يعني هي هتبقى الاوفيريان سيست اللي موجوده اثناء السيزيريان سيكشن دي هتبقى ايه؟ ممكن تكون فانكشنال. اي حاجه فانكشنال ما تجيش جنبها، اي حاجه فانكشنال ما تجيش جنبها خالص. لايبل فور تورشن، تقول لي هيحصل لها تورشن؟ لا، الرحم كان كبير وصغر شويه. يعني اول حاجه احنا ما يعني لو عملنا اسبيريشن عشان الاوفيريان ريزيرف حتى، ولا راي حضرتك ايه؟ يعني لو هي كبيره خالص وشكلها كده ان هي هتعمل تورشن، بس في الغالب اساسا بعد ما هيحصل خلاص انت العانه ولدت بيحصل رابيد ديكريس في السايز بتاعها. ده مو 5 سم، دي مش كبيره على فكره. يعني انا اقول لك اتفق معاك مثلا حاجه مثلا 20 سم بتاع ماشي، 10 سم ماشي، لكن ما اعتقدش ان هي والله كمان 5 و7 سم. والله يا دكتور بنلاقيهم في دوره تانية مش موجوده اساسا السيستم، اكيد مش هتبقى موجوده. بس هو ليه نقطه ان هو بيسال فيها، بيقول لك اليوترس كبير وهيصغر، فممكن ده يؤدي الى الى ترش. انا مش هفتحها حضرتك دكتور احمد، انا مش هعمل سيرجري عشان السيست، لكن ده انا بقول لك وانا دورينج السي اس هسيبها ولا 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 اكيد اعمل حاجه، يعني اقل اضعف ايمان اعمل اسبيريش. احنا معانا هنا اعتقد استشاريين ممكن يقولوا لنا رايهم ونستفيد من الدسكشن في حاجه زي كده. حاجه موضوع كويس، سؤال كويس. دكتور نبيل رايك ايه يا باشا؟ انا ما همسكها، ما اشيلها، لكن ممكن لانه هيكون في ريجريس بعد السيزيريان سكشن، الهرمون ات ويل بي كامينج داون. ف اذا كانت اكبر من 7-8 سم ممكن اسوي اسبيريشن، لكن او نطش الاوبري واسوي لها اوبريكتو ابدا. تمام. مين تاني حابب يشارك برايه؟ والله انا دكتور مريت في موقف زي هيك، يعني شبيه لهيك. يعني انا كان في درمويد سيست حولناها على اساس تتشال لابروسكوب، انا نفس الفكره فالدكتور راح شال لي كمان 2 سيست باسطين على الاوفر الثاني شالهم، فانا لومته عليهم يعني، فاهم علي؟ ده خلاص انت جبت الدرمويد، ما يعني مش فاهم يعني. انا هذا رايي، انا ما تتشالش يعني. حضرتك الجايد لاين واضح، حضرتك احسن الجايد لاين واضح في الموضوع ده، او اتس كلير اقل من 5 سنتي وي جاست بيشنتس هاف نوتين تو دو 5 to 6 سنتي اوفر 3 مانس ان اوبزرفيشن. مظبوط. هو احنا كمان في السيزيريان سيكشن عندنا نقطه ثانيه كمان، ان العيانه احنا مش واخدين منها كونسنت ان احنا نلعب في المبيض مبدئيا يعني. فلو لقيت حتى ديرمويد سيست، لو لقيت مالجننت، حاجه شكلها مالجننت في المبيض، المفروض ان انا ما المسهاش. طب اخد بايوبسي؟ المفروض ما تاخدش بايوبسي كمان. طب تقول لي ما اخدش بايوبسي ليه؟ انت ممكن تعمل سبريد، تبقى هي انتكت وتعمل لها سبريد وتعمل ابجريد. فالمفروض الحاجات دي بتعامل لكن انا طبعا ده الجايد لاينز. بس انا الكورس مش عاوز برضه ابقى ابقى متشدد فيه قوي وماشي بالجايد لاينز قوي وكل حاجه، لان في طبعا فاريشن للبراكتس، وممكن ان يبقى في من حاله لحاله طبعا ممكن يبقى فيه شويه موديفيكيشنز او شويه حاجات. بس المهم الهدف في الاخر هو احنا بنشوف ايه اللي في صالح المريض. تمام. محمد شاهين مش معانا النهارده؟ دكتور محمد شاهين مش معانا؟ طيب مش كل الناس حاضر. طيب ده طبعا اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو موضوع الريكروتمنت لغايه ما بيحصل
بنبص طبعا الريكروتمنت ده يا جماعه سايكليك ريكروتمنت وبيمر بمرحله يعني لما بيحصل ريكروتمنت طبعا كل شويه بيحصل ريكروتمنت بيقل الايه بيقل الاوفيريان ريزيرف ما هو اللي باقي عندي ده هو ده الاوفيريان ريزيرف مش كده لغايه ما يحصل له ديبليشن وكل شويه بيحصل سايكليك ريكروتمنت وطبعا الخلايا طبعا اللي هي في الاول بيبقى او الفوليكل اللي هي طبعا الاووسايت بتبقى متحوطه زي ما انتم عارفين بجرانيولوزا سيلز وان لاير اوف جرانيولوزا سيلز وبيبقى في كمان لاير من السيكا سيلز بنسميها في المرحله دي بنسميها بريمورديال فوليكل وطبعا بتقعد فتره الفوليكل دي من غير ريسبتورز يعني هي لما بتبقى ريكروتمنت بتتنقل من مرحله اسمها جونادوتروفين اندبندنت يعني بتقعد هي في مرحله سوري بتتنقل من مرحله الريستنج فيز لمرحله اسمها جونادوتروفين اندبندنت ما عندهاش ريسبتورز الاف اس اتش ولا ال اتش وبتقعد فتره طويله كده الفتره الطويله دي حتى اختلفوا في وقتها يعني بيتكلموا ان هي ممكن تبقى اكتر من 120 يوم وبعدين بقى بتيجي في المرحله دي في اخرها هي ميتابوليكالي اكتيف بس ميتابوليكالي اكتيف على قدها شويه بتكون ريسبتورز بالتدريج كده على اخر المرحله دي تقدر تستجيب للاف اس اتش والال اتش فبيبقى اسمها بعد كده بقى ايه جونادوتروفين ديبندنت وفي المرحله الجونادوتروفين ديبندنت دي بقى احنا بنبدا نشوفها كانترال فوليكلز موجوده كده صغيره قوي في الايه في الاوفر تمام طيب طبعا السيده في خلال الريبرودكتيف ايج بتاعها زي ما احنا عارفين ان الاوفيريان ريزيرف في تناقص اللي هو ايه اللي هو النمبر اوف ريستنج فوليكلز احنا بنقصد بالاوفيريان ريزيرف الصراحه النمبر اوف ريستنج فوليكلز اللي انا ما بستعملهاش خالص او اللي انا ما استعملتهاش لسه او اللي هي ما استعملتهاش تمام ده المفروض اللي هو الاوفيريان ريزيرف وده زي ما احنا قلنا ده الماكسيمم بتاعه اللي هو انترا يوتراين بيبقى ليه الكيرف بتاعه بيبقى ماشي طبعا ان هو البروسيس بتاعه اللوس بتبقى الى حد ما بطيئه شويه وبعدين بتيجي في وقت من الاوقات يحصل ان هي تبدا تسرع اكتر تمام بنيجي عند فوق ال 35 بيبقى الكيرف ابتدى يبقى السلوب بتاعه مور اكيوت وبعدين بعد ال 40 لا بصوا بقى عامل ازاي بقى الدروب اكتر واكتر واكتر تمام لغايه ما بنوصل لليوجوال ايج اوف مينوبوز اللي هو اراوند اللي هو في اليو كي بيبقى 51 طبعا ممكن العيانه من الاساس يبقى عندها الاوفيريان ريزيرف قليل يعني واخدين بالكم وممكن يبقى طبعا دي ممكن تبقى المينيبوز بتاعها بدري مش شرط ان هي تبقى بريماتيور اوفيريان انسفشنسي بس ممكن برضو يبقى الاوفيريان ريزيرف بدري وممكن يبقى الاوفيريان ريزيرف بتاعه قليل طبعا اول ثرو هير لايف وطبعا ممكن يبقى واحده ثانيه هي اثناء حياتها اللوس اساسا كتير يعني اللوس بتاع الاووسايتس بيبقى كتير وفي حاجات جيناتيك وحاجات انفايرومنتال ممكن تخلي ان الاوفيريان لوس يبقى اكتر من الايه من الاشخاص التانيين فبرضه ممكن دول يبقى عندهم ايه التشنجز او السلوب اللي هو الداون وورد ده مش لازم ان هو توصل لل 35 علشان يحصل الرابيد لوس اوف فوليكلز زي ما احنا قلنا يعني ان طبعا ان بيبقى في ريكروتمنت الريكروتمنت ده في مرحله بتبقى اللي هي الجونادوتروفين اندبندنت دي بتبقى مرحله طويله شويه وبعدين بنيجي في اخر الجونادوتروفين اندبندنت بقى
بنيجي نخش في مرحله اسمها ايه، اسمها جونادوتروفين ديبندنت. هنا بنقدر ان احنا او الاوسايتس تقدر انها او الفوليكلز تقدر انها تستجيب للجونادوتروفينز وتبدا تبقى تكبر بقى ويبدا يبقى فيها ايه او تعمل شويه فلويد كده اللي هو بنسميه ايه الانترم. زي ما احنا شايفين دي اشكال للجونادوتروفين اندبندنت فوليكلز، تمام؟ ما تكونش لسه كافيتي ولا اي حاجه فيها، هي عباره عن ايه، عباره عن الاوسايت. الاوسايت دي في انهي مرحله؟ في مرحله بنسميها ايه، بنسميها برايمري اوسايت. هي دخلت في الفيرست ميوتيك ديفيجن بس واقفه فيه، ما اتحركتش منه، هي واقفه في البروفيز بتاعه، في الديبلوتين ستيج بتاع البروفيز بتاعه. اللي بيبدا يبقى فيه تغيير هنا بيبقى فيه الاول، بيبقى فيه اللاير بتاعه الجرانيولز سيلز ممكن تزيد شويه بس زياده مش جامده خالص، تمام؟ لغايه بقى ما تكون الايه الريسبتورز. لما تكون الريسبتورز ممكن تبقى ايه تعمل، تبدا بقى تستجيب للاف اس اتش والال اتش، فيبدا كمان الجرانيولز سيلز دي تزيد في العدد. بيحصل الاف اس اتش بيخليها يحصل لها بيخليها تطلع استراديول، والاسترادايول يخليها تعمل ميتوزيس، ويخليها كمان ليها فانكشنز ان هي تصنع طبعا هرمونز وتعمل فوليكولار فلويد. الفوليكولار فلويد ده بيبقى فيه كوليسترول وفيه هرمونز وفيه حاجات تانية كتيرة. بيبدا يتكون الايه الانترم اللي هو اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده، ودي بنشوفها في الالترا ساوند كده، بنشوف نقط سودا. طبعا احنا عارفين الحاجه الاسود في الالترا ساوند بتعني ايه، فلويد. فلويد بنسميها ايه، بنسميها ان ايكويك. ان ايكويك مظبوط. فبنشوف نقط ان ايكويك دي اللي هي بنسميها ايه انترال فوليكلز. عاده بنشوفها او لما بنيجي نعملها اسسمنت بنحب نعملها امتى في السايكل، نحب نعملها في دي 2، ولكنها ممكن تتعمل على فكره في اوقات تانية، بس هي ادق وقت ليها او الوقت اللي انا هستفيد منه بالذات في دوره التنشيط بيبقى في دي 2، تمام؟ ده الانترال ايه الانترال فوليكلز. طبعا مع الهرمونز الجرانيولوزا سيلز دي بتزيد في النمبرز والفلويد بيزيد، وتبدا تعمل لي ايه بقى حاجه اسمها ايه بري اوفيلاتوري فوليكلز. فهو المراحل زي ما انتم شايفين كده بيبقى ريكروتمنت، وبعد كده بقى سيلكشن، لان انا بيبقى عندي الفوليكلز اللي هي طبعا انا لما ابتديت الريكروتمنت ممكن اكون ابتديت ب 300 فوليكل او 1000 فوليكل، لكن لما بوصل لمرحله الجونادوتروفين ديبندنت اللي هي مرحله ايه بقى اللي هنا السكند ريكروتمنت اللي هو الجونادوتروفين ديبندنت، بنبقى تقريبا كام فوليكل؟ 205 ها؟ 5 بنبقى لا مش 5 يعني 5 ده تبقى العنا الاوفيريان ريزيرف بتاعها قليل. في العادي بنتكلم ما بين 10 ما بين 10 ل 20 ما بين 10 ل 20. لو عيانه الاوفيريان ريزيرف بتاعها قوي وصغيره قوي ولا بي سي او اس ولا بتاع ممكن تبقى 30 40 ممكن توصل ل 50 ساعات عادي. ولو هي العيانه لا الاوفيريان ريزيرف بتاعها قليل كبيره في السن بتاع ممكن طبعا بنتكلم فيه 5 6 ممكن تبقى 2 ممكن تبقى 1 على حسب ما ده بنشوفه بعينينا قبل ما بنبدا الاستيميليشن، وهو اللي بنشوفه هو اللي غالبا بنطلعه يعني هو اللي احنا او بنبقى احنا نقدر نتحكم في ان احنا نطلعه. لو هو العدد كبير لا هدي جرعه صغيره فمش عاوز حاجه كتيره تطلع، لو اديت جرعه كبيره لا هيطلع لي كله. وده مهم يعني ده مهم ان انت تعرفه، ومهم ان انت تترست اللي انت شايفه دوت، لان ده على اساسه انا لو عندي 1 اور 2 فوليكلز واديت جرعه كبيره جدا هل هطلع كتير؟ لا مش هطلع كتير. هو نفس هو اللي هيطلع في العينين لو اوفيريان ريزيرف الجرعه الصغيره هي او احسن من الجرعه الكبيره، اللي هنتكلم في الكلام دوت في الاستيميليشن. ولو انا اديت في عيانه عندها كتير ممكن انا بقى اغلط وادي جرعه صغيره قوي 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 ما تطلعليش حاجه برضه يعني خلي بالنا ايه يعني هيبقى في هنتكلم في المواضيع دي ليتر اون. طيب فاحنا هنا بنتكلم ان عندي بشوف انا الانترال فوليكلز
ودي بتبقى في مرحلة السكند ريكروتمنت. المفروض نورمالي زي ما هنشوف بعد شوية ان هنا خلاص الفوليكلز هنا بقت ديبندنت على مين؟ بقت ديبندنت على الـ FSH. الـ FSH بيبقى عالي في أول الـ A في day 1, day 2, day 3 من الـ A من الـ menstrual cycle. وبعدين بيبدأ يحصل دروب للـ FSH. يعني هو بيبدأ عالي وبعدين بقى مع زيادة الـ E2 بيبدأ يحصل له إيه؟ دروب. الدروب ده بيخلي إن يحصل سيليكشن للفوليكل. الفوليكل اللي هي تقدر إنها تكبر ومع الدروب بتاع الـ FSH وتقدر إنها تفضل مستمرة في الكروس، هي دي اللي إيه؟ اللي هي هتوصل لمرحلة الدوميننس. فهنا الدروب الفيسيولوجيكال دروب بتاع الـ FSH ده هو ده اللي بيعمل ايه؟ هو ده اللي بيعمل سيليكشن للايه الدوميننت فوليكل لغايه ما يحصل الايه مرحله الاوفيليشن. طبعا القصه دي بتاخد مش شرط 14 يوم، ممكن تاخد 7 ايام، ممكن تاخد 15 يوم، ممكن تاخد 10 ايام فاريبل، لكن يعني احنا بنتكلم في العادي الناس اللي هي تقريبا المنسترو السايكل تجي لها كل 28 يوم، فغالبا بنتكلم ان هي بتاخد ايه 14. ده طبعا الهيستولوجيكال بيكتشرز اللي احنا بنشوفها، مش عاوز اخش فيها كتير. دي لسه هنا ما تكونش الانترم، دي بنسميها برايمري فوليكل، بس هي بقت بقى ايه؟ بقت جونادوتروف اندبندنت، هتبدا بقى ايه؟ ابتدت تعتمد على الايه؟ على الاف اس اتش، وابتدى الجرانيولوزا سيلز تزيد وابتدت تعمل انترم، هنا بقت انترال فوليكلز. وبعدين بقى تخش في مرحله الايه؟ السليكشن دوميننس اوفيليشن، وبعد الاوفيليشن يتبقى خلايا. هو ايه اللي بيطلع مع الاوفيليشن؟ الاوفيليشن بيطلع معاه سبورابولي الاوسايتس، ويطلع معاها ايه؟ جزء من الايه؟ من الجرانيولوزا سيلز، ويتبقى جزء من الجرانيولوزا سيلز وجزء من السيكا سيلز. الجرانيولوزا سيلز بتعمل بعد كده الكوربس ليوتيم، المتبقيه بتعمل الايه؟ الكوربس ليوتيم اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيعمل هرمونال فانكشنز مهمه قوي علشان تحافظ على على اليوتيال فيس. فده قدامنا كده، ده ال رسمة كده للمنسترال سايكل وللفوليكلر سايكل. زي ما احنا شايفين هنا ان بيبقى في البداية طبعا مع المنستريويشن، ده معناه ان في نقص في الايه او حصل دروب في الايه في الاستراديول والبروجسترون، فحصل وذرول بليدنج. فده معناه ايه؟ معناه ان الاف اس اتش يبدأ في لوس اوف ذا ايه اوف ذا نيجاتيف فيدباك عليه، فيبدا الـ FSH يعلى، مش كده؟ ومعاه شويه LH، يعني لازم الـ LH مهم قوي، من غير LH مش هيحصل الكلام دوت، وهنتكلم عليه على الرول بتاعه. فيبدا يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الـ FSH يبدا يزيد يخلي لي الانترال فوليكلز دي تبدا ايه؟ تبدا تكبر، وتبدا الـ يبقى الجرانيوزا سيلز تزيد وتطلع استراديول، تمام؟ الاسترادايول ده بقى يعمل لي النيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش، فيبدا الاف اس اتش ايه يحصل له ان هو ايه؟ ان هو يقل. فلما يقل الاف اس اتش يبدا يحصل ايه بقى؟ يبدا يحصل ان الاسترادايول لما يقل الاف اس اتش يبدا بقى ان ايه؟ ان الجرانيولوزا سيلز دي مش او الفوليكلز اللي هي ما عندهاش ريسبتورز كافيه للاف اس اتش، ما عندهاش اروماتيز كفايه، ما عندها، يبدا يحصل مرحله الايه؟ السليكشن. فالفوليكلز بعد ما كنا بادئين ب 10 ب 15 ناتشرالي، لا احنا عندنا ايه؟ عندنا 1 فوليكل هو ده الطبيعي اللي هي ايه؟ اللي هي بتكمل، وبتكمل مع ان الاف رغم ان الاف اس اتش عمال ايه؟ عمال بيقل، تمام؟ لغايه طبعا والاي 2 عمال بيزيد من الفوليكل ديت مع الفوليكلز اللي هي بيحصل لها اتريزيا برضو بتطلع اي 2. الاي 2 ده طبعا بيوصل لمرحله معينه بيحصل فيها حاجه اسمها بوزيتيف فيدباك، بعد ما كان في نيجاتيف فيدباك بيحصل بوزيتيف فيدباك،
على الـ FSH والـ LH. مين اللي بقى طبعاً الـ LH؟ هنا الـ LH بيزيد زيادة كبيرة قوي، كبيرة جداً، فبيسموها إيه؟ بيسموها LH إيه؟ LH Surge. الـ LH Surge ده طبعاً ليه كذا فايدة، مش بس إن هو بيعمل ovulation، هو طبعاً بيزود الـ intrafollicular pressure وبيطلع prostaglandins وبيعمل لايسز، بيطلع انزيمز وتعمل لايسز للجدار بتاع الفوليكل والكلام دوت. لكن كمان ده مهم ليه؟ مهم عشان الاووسايت دي كانت فضلة لغايه المرحله دي. في انهي مرحله؟ في مرحله البروفيز بتاع الفيرست ميوتيك ديفيجن، ما دخلتش السكند ميوتيك ديفيجن، فالال اتش بيخليها انها تخش في السكند ميوتيك ديفيجن. ولما تخش في السكند ميوتيك ديفيجن بقت بنسميها ان هي بقى ايه؟ ان هي ماتيور اووسايت، مناسبه ان يحصل لها فيرتلايزيشن. فحتى يعني في هنبقى نتكلم في الكلام ده اكتر من مره. ففي لما بنيجي نسحب فوليكلز او نسحب اووسايتس، مهم قوي ان انا اعرف انا عندي كام ماتيور اووسايت، لان الماتيور اووسايتس دي هي اللي ممكن ان احنا نستفيد منها ويحصل ايه؟ ويحصل اوفيليشن. لكن الاماتيور اوسايتس لا يمكن ان يحصل لها فيرتلايزيشن، ومفيش حد هيحقنها ومش هتنفع. تمام؟ فنورمالي ال اتش ده هو اللي بيخلي الاوسايتس دي تبقى ماتيور. مش بس كده بقى، ده كمان ال اتش ده اللي باقي من اللي ما حصلوش اوفيليشن، قلنا في جرانيولوزا سيلز وفي سيكا سيلز، بيحولهم لحاجه اسمها ايه؟ اسمها كوربس نيوتين. تمام؟ فيبقى ليها اندوكراينال فانكشن مهمه جدا جدا جدا، لان الكوربس نيوتين ده هو اللي هيعمل ايه؟ هو اللي هيطلع لي البروجستيرون، اللي هيعمل لي التشينجز في الاندوميتريوم اللي اسمها سيكريتوري فيس. طبعا هنا التشينجز نتيجه الاستراديول في الفيرست هاف اوف ذا سايكل اسمها بروليفراتيف فيس، في السكند هاف اوف ذا سايكل اسمها سيكريتوري فيز. دي بتبقى مينلي نتيجه الايه؟ نتيجه البروجستيرون بعد ما يكون الاستروجين طلع. يعني لازم الاول، مش هينفع من غير ما يبقى فيه قبليه ايه؟ قبليه استروجين. وطبعا السكريتوري تشينجز دي هي اللي بتحصل، او البروجستيرون اكسبوجر اللي بيحصل للاندوميتريوم في المرحله دي هو اللي بيخلي يبقى فيه possibility ان ايه، او بعد فتره معينه من الاكسبوجر دوت بيبدا يبقى الاندوميتريوم مناسب للامبلانتيشن. لو طول البروجستيرون اكسبوجر عن فتره ديت هيحصل ان الاندوميتريوم هيبقى ريزيستنت للامبلانتيشن، قبل الفتره ديت برضه ريزيستنت للامبلانتيشن. يعني انا كل منسترال سايكل عندي وقت معين، هو ده الوقت الوحيد اللي ممكن يحصل فيه امبلانتيشن، من غيره او قبليه او بعديه، قبليه او بعديه ما ينفعش يحصل ايه؟ ما ينفعش يحصل فيرتلايزيشن. عاوز بس اشوف في قلم هنا ممكن استعمله. ف يعني هنا الفتره دي مثلا سبعة ايام من ال او بعد مثلا ست ايام من الاكسبوجر للبروجستيرون تعرضنا للبروجستيرون، ويوم اثنين ثلاثه اربعه خمسه السادس خلاص وصلنا لمرحله نمو من الاندوميتريوم، السكريتوري تشينجز حصلت، اتكون، حصلت تشينجز مولكيولار تشينجز وسيتولوجيكال تشينجز، يبدا الديسيدواليزيشن يبقى حصل، يبقى حصل فورميشن ل حاجه اسمها باينوبودز موجوده على الاندوميتريال سيلز، اتكون في ريسبتورز الحاجه اسمها سيلكتين، في ميوسينز، في تشينجز في الخلايا الاميون سيلز. كل ده بيخلي ان الوقت دوت اللي هو اللي انا شاورت عليه ده هو ده الوقت اللي ايه؟ اللي ممكن يحصل فيه ايه؟ اللي ممكن يحصل فيه الامبلانتيشن. طيب
طب ما انا لو استنيت اكتر المفروض الامور تبقى احسن مش كده؟ لا، لو انت استنيت اكتر وحصل اكسبوجر اكتر يبقى الاندوميتريوم غير صالح للامبلانتيشن، يبدا التشنجز اللي كانت حصلت على الاندوميتريوم دي تبدا التشنجز دي كلها ايه تختفي ويحصل اتروفي للبنيبودز والحاجات اللي هي التشنجز دي تبدا ايه انها تروح، وهنا يبقى الويندو اوف امبلانتيشن ايه اختفى. الويندو اوف امبلانتيشن ديت ناتشرالي بتبقى تقريبا 4 ايام. بنتكلم لو احنا عاملين بقى استيميليشن وكده بتبقى اقل من كده، يعني من 3 لـ4 ايام ده ناتشرالي. يعني لو احنا بنتكلم على ان الاوفيليشن حصل في اليوم الـ14 فبنتكلم انها من اليوم الـ20 تقريبا لليوم الـ23 او للـ24 هي دي الايه الويندو اوف امبلانتيشن. تمام كده حضرتك بنقيس ليفل بتاع البروجسترون في اليوم 22 بالدن الورك اب بتاع الفيرتيليتي، بنقيس البروجسترون ليفل مظبوط. احنا بنقيس هو ده ده مش انديكيتور للويندو اوف امبلانتيشن، ده انديكيتور للاوفيليشن. تمام هنتكلم في القصه دي بقى. حد علم العلامه دي ولا انا اللي علمتها ولا انا عاوز اشيل العلامه دي؟ في حاجه بقى يعني يمكن ما اعرفش سمعتوها قبل كده ولا لا، بس ما بنتكلمش عليها كتير، وحتى واحنا بندرس ما كناش بنتكلم عليها كتير، لكن عليها كلام ومهم ان احنا نفهمها. هو الجونادوتروفين ديبندنت فوليكلز دي بتبقى جاهزه كل شهر وقت المنستريشن بس، ولا ممكن تبقى جاهزه في اوقات تانية؟ طبعا المنطق بيقول ايه؟ بيقول انها تبقى جاهزه في وقت المنستريشن، بحيث انها لما يجي يحصل الاف اس اتش والال اتش او الاف اس اتش يعلى يبدا يحصل مرحله الايه السليكشن مش كده، ونبدا نوصل للدوميننت فوليكلز، ويبقى في سينكرونايزيشن بين الايه بين اللايننج بتاع الاندوميتريوم وال الامبريو وكده مش كده لما يحصل اوفيليشن وكده. ده كلام الفسيولوجي، بس برضو لقينا ان في ويفز من الفوليكلوجينسيس. احنا قاعدين بنتكلم ونقول ان هو بيحصل اساسا جونادوتروفين اندبندنت فوليكلز كل شويه بتخش وكلام زي كده. فده ما بيحصلش بشكل منتظم قوي ان هي تبقى جاهزه بس اثناء الايه اثناء المنسترال سايكل او beginning of menstruation. لا ده انا عندي ممكن يبقى في عندي 2 waves، وفي بعض الناس ممكن يبقى عندي 3 waves during the menstrual cycle. يعني ايه؟ يعني انا الاقي ان في follicles هنا دي الفيرست ويف وماشيه مع ايه مع ال الفيرست داي اوف menstruation وكل حاجه، ولو انا اديت ولو هي والعينه ايه والعينه يحصل السليكشن وكده. طب هنا حصل اوفيليشن، نلاقي رغم ان العينه حصل لها اوفيليشن ممكن تلاقي انذر بيج فوليكل ابتدت تطلع، ممكن ما يحصلهاش اوفيليشن او في الغالب مش هيحصل لها اوفيليشن ناتشرال، بس في اكتر من ويف اوف فوليكلوجينسيس، ممكن يبقى 2 ويفز ممكن يبقى 3 ويفز. طيب ده ليه أهمية بالنسبة لنا ولا ملوش؟ أهميته إن إحنا ممكن أو بقى فيه إن إحنا ممكن نعمل بالنسبة للناس اللي هنعمل لهم IVF إن إحنا نعمل حاجة اسمها Random Start Stimulation أو Luteal ستارت ستيميليشن، بالذات في الناس اللي ما عندهاش وقت ان احنا نستنى ان يحصل لهم
منستريشن. يعني مش لازم ان انا امشي كلاسيك لكل المرضى ان انا ابتدي من السكند داي اوف منستريشن. طب ايه فايده الكلام ده؟ فايدته حتى الان اللي مثبته في الانكو فيرتيليتي، في الانكو فيرتيليتي الناس اللي هي عاوزه انها تعمل فيرتيليتي بريزرفيشن او انديكيتد ليها انها تعمل فيرتيليتي بريزرفيشن ومحتاجين ان احنا نبتدي كيمو ثيرابي، محتاجين ان احنا وعاوزين نعمل على طول اوفن بيكاب او ممكن نعمل اكتر من مره اوفن بيكاب، ممكن نشتغل معاهم بحاجه اسمها راندوم ستارت ستيميليشن وهيطلع علينا فوليكلز حتى لو احنا مش ما ابتديناش في السكند ويف اوف السايكل. بس طبعا ما عنديش في الناس دول فرصه ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل امبريو ترانسفير. تمام، في حد عاوز يعلق على النقطه دي او يسال فيها؟ طيب وهقول لكم لو سمحت الويفز، يعني كل بيشنت مثلا نحدد عندها 2 ويف 3 ويفز، يعني بعمل لها انفستيجيشن معين عشان ابدا بعد كده الاونكولوجي. انت احنا بنفهم الفسيولوجي، احنا الويفز دي موجوده 100% عند معظم الناس او كل الناس، لان هو ده هي الموضوع جه منين. هو عارفين ان في ناس بيقدروا يحملوا، مش ناس، مش بشر، في بعض الحيوانات ممكن يحملوا اكتر من مره حتى لو هم حوامل، زي الارانب مثلا وحاجات زي كده بيحصل لهم، حتى تفضل الكونتينيوتي بتاع الجروس ده بيحصل. هو حتى اثناء البريجننسي في الهيومن هو الويفز دي شغاله، بس بيحصل كل شويه ان في شويه اوسايتس جونادوتروف اندبندنت، بس لان هم الجسم مش مناسب ان هو يمشي بالاف اس اتش يكبر ويعمل سيلكشن وبعدين يطلع ال اتش ويطلع الامور تمشي بهذه الطريقه، فمش هيحصل لهم اوفيليشن. بس احنا الدليل ايه؟ هو انت لما بتشوف بتعمل سونار مثلا في السكند داي اوف ذا سايكل وبتشوف الانترال فوليكلز، هل لو جيت عملت السونار ده في اليوم ال21 من السايكل مش هتشوف انترال فوليكلز؟ هتشوف انترال فوليكلز برضه. ما هي الانترال فوليكلز دي عباره عن ايه؟ عباره عن جونادوتروف اندبندنت فوليكلز جت. تمام، فالموضوع فيه كونتينوس، حتى لو انت مش شايفها، يعني احنا في دبل ستيميليشن، بعد ما اسحب بعدها بخمس ايام ببتدي انظر ستيميليشن، رغم ان انا واخد كل الاوفري وسحب منه كل حاجه بطلع فوليكلز ثانيه. ما بقولش ده علشان يبقى ده الرولز بتاعنا او الشغل، لا، انا بقول لكم عشان تفهموه وتفهموا ان في كونسبت هنقرا عليه وهنليه ابلكيشنز في الكلينيكال يوزز. تفهم؟ طيب بالنسبه بقى للهرمونز اوف ريبرودكشن في الفيميل، احنا تقريبا اتكلمنا عليها، مش هنطول فيها عشان عاوز اديكم بريك قبل ما نخش في حاجات تانية. تقريبا احنا قلنا طبعا الهايبوثالاموس بيطلع منه ايه، بيطلع منه الايه، بيطلع منه ايه الهايبوثالاموس؟ ساعدوني بقى شويه. بيطلع منه ايه الهايبوثالاموس؟ الجونادوتروفين ريليزنج هرمون. علشان تشغل الايه، عشان تشغل البيتوتري، تشغل واتكلمنا على النيجاتيف والبوزيتيف فيدباك، والريليزنج هرمونز دي طبعا بتبقى ايه، بتبقى بيسموها ايه، بتبقى 10 امينو اسيدز اللي هي وبتطلع بشكل بلساتايل، والبلساتايل دي مختلف من وقت لوقت، وطبعا تمام في السايكل زي ما احنا عارفين الكلام دوت، مش هقعد اكرره كتير. وطبعا عندنا ادويه بتشتغل على الجي ان ار اتش ديت، في عندنا حاجه اسمها الجي ان ار اتش اجونست تمام، وفي الجي ان ار اتش انتاجونست تمام. خلينا هنتكلم عليهم ان شاء الله في وقتهم ومواضيعهم وكل حاجه.
الجونادوتروفينز طبعا اللي هي ال LH وال FSH. طبعا ال LH زي ما احنا عارفين هو بيطلع وبعدين بيقل في الايه في الايه في ال يعني بيبقى اكتر وقت في الاول اثناء الادمنستريشن وبعدين بيبدا يقل ايه تدريج يعني تدريجيا يعني. طلعته دي بتعمل ايه؟ بتعمل ريكروتمنت للفوليكلز. نزلته بتعمل سيليكشن ونزلته على الاخر بتعمل دوميننس بقى خلاص ما بيبقاش فيه في فوليكل هي اللي تقدر انها تحافظ على نموها رغم ان الاف اس اتش ايه بيقل تمام. طبعا لو انا عندي اف اس اتش فضل عالي او بادئ بيه عالي قوي ومحافظ عليه عالي ده يعمل لي ايه؟ مفيش اوفيوليشن از مينيبوز نو دومينانت. هنا مش هيحصل سيليكشن يعني انا عملت مور سيليكشن يعني او عملت مور فوليكلز تو دومينانت تو بي دومينانت تمام. يبقى انا وده اللي انا بعمله في الايه بعمله في السوبر اوفيوليشن انا عاوز اعمل او السوبر او الاستيميليشن يعني باجي ادي اف اس اتش مينتيننج الدوز ما ينفعش ادي جرعه وبعدين اقلل لا انا عاوز اطلع فوليكلز كتيره يبقى لازم ان انا ايه ادي الجرعه تبقى ايه تبقى كبيره وافضل عليها ايه وافضل عليها كبيره مش كده فحافظ فطلع فوليكلز كتير تمام. ال ال اتش يا جماعه مهم جدا فيسيولوجيكال لان طبعا انا عندي التصنيع بتاع الاسترادايول ده بيلزمه شغل للسيكا سيلز والجرانيولوزا سيلز. السيكا سيلز بيبقى فيها ال اتش ريسبتورز ف والسيكا سيلز دي هي اللي بتصنع لي ايه بتصنع لي الاندروجين اللي هو بيتحول في الجرانيولوزا سيلز الى ايه الى استروجين. ف كده كده بيبقى فيه ريسبتورز لل ال LH على السيكا سيلز وبعد شويه ال الجرانيولوزا سيلز كمان بيبقى عندها سيكا سيلز والسيكا سيلز دي سوري بيبقى عندها اسف LH ريسبتورز بعد شويه الجرانيولوزا سيلز بيبقى عندها LH ريسبتورز مش بس FSH ريسبتورز. وال LH بيبقى مهم قوي عشان زي ما قلنا علشان الماتوريشن والاوفيليشن و الهرمونال الهرمونال فانكشن بشكل بشكل عام. هنشوف هنبص كده مع بعض. طبعا ال LH ده الرول الفسيولوجيكالي بتاعه يعني بصوا مسؤول عن الفوليكولار جروس والجرانيوزا بروليفريشن والاندروجين والاستروجين بايوسنسس كل ده مسؤول عنه. لو ال LH قليل قوي مفيش ال LH خالص عارفين ايه اللي يحصل؟ مهما كان عندي FSH مهما كان عندي FSH مش هيحصل احنا مش في لا احنا مش في مرحله الاوفيليشن احنا مش هنوصل لمرحله الفوليكولار جروس اساسا يعني يعني الفوليكل نفسها ما يحصلش سيليكشن مفيش سيليكشن فيحصل ان لو احنا اقل من ال LH threshold فهنا هتلاقي الفوليكلز مش ما بتكبرش مش هيبقى فيه اندروجين ولا استروجين ولا اوسايت ماتوريتي. طب ده بيحصل امتى يا جماعه؟ ده في مرض او في امراض بتبقى بتعمل هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم مفيش ال اتش طالع من البيتوتري تمام. وفي الحالات ديت ما ينفعش ان انا اجي اعمل استيميليشن ب اف اس اتش بس. في ادويه بعض الادويه بتحتوي على اف اس اتش بس زي حاجه اسمها جونال اف ده ريكومبرنت اف اس اتش بس دواء ممتاز بس ما ينفعش استعمله لو عيانه عندها
LH deficiency. تمام؟ في نفس الوقت بقى في بعض الناس الـ FSH الـ LH ده بيبقى زايد عندهم. زي ايه؟ زي العيالين اللي عندهم بوليسيستيك اوفري سندروم. البوليسيستيك اوفري سندروم ده مشكلته ان هنا الاندروجين بقى بسبب يعني فيها فوليكلز وفوليكلز كتيره وفوليكلز واقفه مستنيه ان ال LH يطلع. على فكره هو ال PCOS ده بيبقى عامل نوع من ان هو مخلي الفوليكلز متجمعه, يعني جونادوتروف اندبندنت فوليكلز تفضل متجمعه فتره نتيجه الاندروجين مخليها تمبرري واقفه في مرحله معينه وبتبقى مستنيه بس ان ايه ان ال FSH يطلع ان هو ممكن يكبرها بقى. هو كده كده ال LH موجود, هي عاوزه حاجه يبقى في نسبه بين ال LH ال FSH يعلى عن ال LH عشان يعني ينفع ان ايه ان يبقى فيه ال الجروس بتاع الفوليكلز وكده. فطبعا لو مش موجود ال LH طبعا هنا الفوليكلز ايه ما بيحصل فوليكولار اتريزيا وما بتوصلش لمرحله الايه الاوفيوليشن. طيب ده طبعا الاستيرويد هرمون سينسز يعني طبعا بيزكس قوي يعني مش هخش فيها. احنا عارفين طبعا ان هو ان احنا النمبر اوف كاربونز بتاع كل حاجه طبعا كله درايفد من الكوليسترول. وفي عندنا طبعا الحاجات اللي هي ال 21 كربونه زي الايه اللي هي البروجسترون والبروجسترون ديريفاتيفز, وال 19 كربونه هي الاندروجين, وبعدين ال 18 كربونه هي ايه هي الاستروجينز. والبروسيس بتاعت الاستريدوجينيسيس طبعا في الاوفري او التس ما فيش طبعا الجزء اللي هو بتاع الكورتيزول والالدستيرون, لكن كل الحاجات الباقيه موجوده. طبعا في تعاون زي ما احنا عارفين بين الجرانيلوزا بين السيكا والجرانيلوزا عشان انتاج الايه الاستروجين. وده طبعا محتاج الايه الاف اس اتش والال اتش ريسبتورز. ونخلي بالنا ان يعني الجرانيلوزا سيلز هي تقدر تصنع بروجستيرون, يعني تقدر تاخد الكوليسترول وتصنع منه بروجستيرون, بس ما تقدرش تصنع من البروجستيرون استروجين. لازم تتعاون مع ايه مع السيكا سيلز. السيكا سيلز تقدر تصنع من الكوليسترول, تقدر تصنع منه بروجسترون, وتقدر تصنع الاندروجين, بس ما عندهاش ايه ما عندهاش الاروماتيز انها تصنع الايه الاستروجين. فهنا بنلاقي ان الجرانيلوزا سيلز ممكن تصنع بروجسترون وتدي البروجسترون للسيكا سيلز, وبعدين السيكا سيلز تصنع لغايه التستوستيرون او الاندروستنديون, وبعدين تديه للجرانيلوزا سيلز عشان الجرانيلوزا سيلز تحول الايه التستوستيرون الى استراديول بالاروماتيز انزيم. تمام. طبعا بنلاقي بقى ان بعد الاوفيليشن لما ال LH بيزيد قوي الجرانيلوزا سيلز الريسبونس بتاعها للزياده بتاعت ال LH ان هي تبقى تصنع البروجسترون بشكل كبير قوي, لان هنا بيبقى في السكند هاف اوف ذا سايكل ال LH هو اللي زاد قوي خلى يحصل ليتونايزيشن في الجرانيلوزا سيلز, وخلاها بقى ان هي عندها انها تشتغل ناحيه تصنيع البروجسترون اكتر من الايه من الاستراديول. ده طبعا اللي احنا قلناه, يعني مش هنقعد نخش فيه تاني, احنا قلنا كذا مره بكذا اسلوب. طبعا ده ال LH, طبعا شايفين ال LH سيرج ده مهم قوي. تمام. هو طبعا مهم قبل الاوفيليشن او يعني في مرحله الفوليكولار اكتيفيتي زي ما قلنا, هو مهم علشان تفضل ال الجروس وال بتاع الفوليكل وال وان هو ان ال FSH مش هيشتغل لوحده, لازم يبقى معاه الايه LH. وفي مرحله بقى التحضير للاوفيليشن هو طبعا بيتريجر الاوفيليشن وبينديوس
قلنا بيخلي الفيرست ميوتيك ديفيجن يكمل ويعمل الجرانولوس سيل ليتونايزيشن، وبعدين بوست الاوفيليشن بقى بيحافظ على الكوربس ليوتيم. فهو حتى بعد ال اتش ده، بعد ال اتش سيرج ده بيفضل يزيد ويقل كده ان بالسس، بس متناسبه مع ايه؟ متناسبه مع الجي ان ار اتش بالسس. فاكرين البالسس اللي انتم شفتوها ديت اللي هي كانت هنا في اول الكلامنا هنا، شايفين البالسس اللي كانت بتحصل دي في الليوتيال فيز دي، بيبقى قصادها بالسس من الايه، من البيتوتري للال اتش. والبالسس دي مهمه انها تفضل محافظه على ايه، على الكوربس ليوتيم لغايه ما نشوف هو هيبقى فيه بريجننسي ولا مفيش ايه، مفيش بريجننسي. دكتور احمد بس عن نقطه ال اتش، معلش سامعك اتفضل. عن نقطه ال اتش، لما مرضى اكثر من مريض مثلا يجيني يقول مثلا في دورات الاي في اف يبقوا مطلعين مثلا 20 او 25 فوليكل وكلهم اماتيور، تمام، ده ال اتش نفسه له رول في القصه هذه؟ طيب هو موضوع الماتوريشن دي طبعا ليها في نخلي بالنا احنا في الاي في اف احنا كل حاجه ايه اصطناعيه شويه، ففي حاجات كتيره يعني هخليها نتكلم عليها في لما نيجي نتكلم على الاستيميليشن وكده. بس عاوز اقول لك ان الناس اللي هو ممكن يبقى بيرسيستنت اماتيور اوسايتس ده ممكن غالبا بيبقى جيناتيك بروبلم. في بعض الابنورماليتيز اللي موجوده ان هي تخلي الست دي مش هتطلع اماتيور اوسايتس، مش هتطلع ماتيور اوسايتس مهما عملت. لكن في الغالب او يعني في احوال كتيره ممكن احنا مع الاستيميليشن ما كانش مظبوط، التريجر ما كانش مظبوط، يعني حاجات تانية. لكن في بعض الناس ممكن يكون ريليتد لايه، ليها هي نفسها. تمام. طيب احنا كنا وصلنا لفين بس؟ طيب هنا برضو بعض التايمينج الحاجات المهمه. طبعا احنا الاستراديول لما بيوصل للماكسيمم بيك بتاعه اللي هو بيبقى تقريبا 200 بيكو جرام ويقعد حوالي 48 ساعه، بيبدا بقى يبقى فيه ايه، في بدايه ال ال اتش سيرج. من بدايه ال ال اتش لغايه الماكسيمم ال اتش سيرج دي بتاخد 10 12 ساعه، ولغايه ما يحصل اوفيليشن سوري بتاخد من سوري من بدايته لغايه ال من بدايه ال ال اتش للبيك بتاعه بتاخد من 14 ل 24 ساعه، فتره زمنيه مختلفه من حد لحد. ومن البيك بتاع ال ال اتش سيرج لغايه الاوفيليشن بتاخد من حوالي من 10 ل 12 ساعه. عاده من بدايه ال ال اتش للاوفيليشن بنتكلم في تقريبا بنتكلم في ايه 36 ساعه، يعني 36 ساعه ممكن تبقى اقل شويه. طبعا ده احنا بنتكلم فيسيولوجيكال، فارماكولوجيكال وكده هنتكلم القصه بتبقى ليها حاجات تانية. ده طبعا ده صوره الاوفري في الفيرست او السكند داي اللي شايفين دي اللي بنسميها ايه انترال فوليكلز. دي لما حصل بقى دوميننت بري اوفيلاتوري فوليكل، مش معنى كده ان ما فيش انترال فوليك، بنلاقي حاجات صغيره جنبيها ممكن طبعا تبقى موجوده، تمام. ودي شكلها اندر الكترون مايكروسكوب، ودي شكلها في منظار. طبعا ممكن حد بيعمل منظار ولا بتاع اثناء التايم بتاع البري اوفيلاتوري يقول لك دي سيست ويفرومها ويقعد يعمل اللعب اللي احنا ايه مالناش دعوه بيه ده. الدياجرام ده مهم قوي، اهميته في الهرمونال تشينجز اللي هي موجوده اثناء السايكل. ولو انا حابب بقيس امتى الهرمونز واستفيد ايه من كل هرمون، ده الفسيولوجيا. زي ما احنا شايفين شفنا كده ان ايه، ان هو الاف اس اتش ده بيزيد ايه، بيزيد مع المنستريشن
وبعدين بيبدا يقل. لما انا بحب اقيسه في السكند دي، ممكن من السكند للفيفث دي ممكن تقيسه، تقيس مع ال LH برضه ما فيش مشكله. جونادو توكنز اقيسهم امتى يا جماعه؟ هل روتين ان انا اقيسهم فانا انفرتايل؟ سكند دي سكند دي ثيرد دي اقيسهم ليه؟ احنا اتفقنا هنقيسهم من اليوم الثاني لغايه اقصانا لليوم الخامس، ما ينفعش بعد والاحسن اليوم الثاني او الثالث. يعني امتى اقيسهم؟ قبل ما اعمل دوره الاي في اف. هل لازم اقيسهم قبل دورات الاي في اف؟ ايوه لازم اقيسهم عشان اعرف اذا كان في استيميليشن، اذا كان الاف اس اتش زياده ممكن يحصل لاوفر استيميليشن. نشوف الاوفرين ريزيرف بتاعي دي الحاجات. طيب والله احنا يعني بنسمع دكتور احمد ومش عارفين السيجنيفيكانس تبعتهم بصراحه كويس. طيب. طيب هو انا اقيس الاف اس عشان اتفضلي عشان نشوف لو هندي اف اس اتش في الاوفيوليشن ولا اف اس اتش بلس ال اتش. طيب مبدئيا يعني قبل ما نخش ان احنا نعمل استيميليشن، عياله جايه لي ايه اللي ممكن اعرفه منها يخليني اقيس الاف اس اتش ال اتش؟ لو هي عندها الريجولار سايكل ده اكتر حاجه تخليني اقيس الاف اس اتش وال اتش. تمام، ده اكتر حاجه لو هي الريجولار ايه الريجولار سايكل، او لان هو ممكن يبقى قليل لو هي هايبوجونادوتروفيك وده السبب ان هي ريجولار سايكل، ممكن يبقى عالي لو هي العينه بريماتور اوفيريان انسفيشنسي. تمام، حتى لو العيله طبعا حصل لها سيسيشن للمنستريشن ممكن يبقى من الورك اب برضو ان انا اقيس الاف اس اتش والال اتش. طب هل ليه رول الاف اس اتش؟ ليه رول ان هو يعني يفيدني ان هو كاوفيريان ريزيرف ماركر؟ ليه رول بس رول ضعيف وممكن نستعمله هو والاسترادايول مع بعض، يعني ان انا اشوف الاف اس اتش والاسترادايول، بس ما هوش من الاوفيريان ريزيرف ماركرز القويه. فيعني عاده ما عدناش بنستعمله كاوفيريان ريزيرف ماركر لكن وارد. يعني هل في رول بقى في للاي في اف الناس اللي بيعملوا ستيميليشن في الاي في اف؟ والله يعني ممكن، بس يعني ما هواش الايه الحاجه اللي هي مانداتوري يعني. لكن قياسه كده بشكل عام لا، يعني ملوش لازمه. طيب ايه تاني هنا؟ البروجستيرون طبعا لما اجي اقيسه امتى؟ Twenty-one. لو هي بيجي لها السايكل كل 28 يوم. تمام؟ ولو هي بيجي لها ليها باترن محدد بس مش 28 يوم، شوف انت اكسبكتد ان هي هيجي لها امتى وقيس قبليه بسبع ايام. ولو هي مش عارف هي هيجي لها امتى بالظبط، ممكن تقيس وتعيد لغايه ايه ما تجي لها وتكوريليت بالميعاد. هنتكلم في القصص دي، بس ده يعني ايه ده فكره بس ايه اللي عندي. ماشي. الاندوميتريوم طبعا الاندوميتريوم من الحاجات اللي هي متجدده، في بيزل زون ده موجود على طول، وفي فانكشنال زون ده بيتغير على حسب ايه؟ على حسب الهرمونز. شايفين ده اثناء المنستريشن، شايفين الاندوميتريوم فيري ثين. تمام، ده صوره طبعا الالترا ساوند، وده اللي يقابلها بالايه بال يعني كشكل اندر مايكروسكوب. تمام، طبعا هنا بيبقى في شيدنج، السماكه طبعا قلت خالص، اللير اللي انا بقيسها دي قليله. فطبعا ده اللي هو المفروض يبقى في المينسترال فيز الشكل ده. طبعا لو في عندي بوليب، في ابنورماليتي ثيكنينج، اندوميتريال هايبربليزيا، احسن وقت تشوف فيه الحاجات دي وتشخص الحاجات دي هو اثناء الايه؟ اثناء المينستريشن. ليه؟ انت لقيت السماكه تخينه، لقيت في حاجه غريبه هتشوفها. تمام، فده البيزل سكان ده من الحاجات المهمه.
ان انت تشوف المريضه في دي 2 او دي 3 من السايكل. ده من الحاجات البيزل اسسمنت اللي هي احسن ما نقعد يعني ايه ما يعني نشوفها في وقت ما اقدرش احكم قوي على اللاين. طيب بصوا كده عليها بصوا هنا ايه اللي حصل في البروليفراتيف. حصل ان بقى فيه جلاندز. الجلاندز دي طبعا فيها فلويد. فلويد ده ما هوش ما يعني ما هوش يعني عباره عن فلويد اكتره سائل ما فيهوش لسه مواد يعني الاستروجين بيخلي يبقى فيه ايه يبقى فيه ميه مكونه في الجلاندز دي زي ميه كده ووتري سيكريشنز. فدي بتخليها ان انت بتشوف منظر الباترن اللي هو التريبل لاين دوت. تمام ان احنا طبعا بيبقوا هنا وهنا زي بعض كده فايه فبتلاقي الحتت ديت بتبان لك في الايه في السكان الى حد ما ايه ليس ايكويك ليس ايكويك. في نفس الوقت بقيت كل ما تخش جوه بقيت ايه بقيت الايكوجينيستي زادت. تمام لكن ده هو اللي اقرب للسائل فبتلاقيه. فده اللي بيفسر لك ان في البروليفراتيف فيز بتشوف التريبل ايه التريبل لاين. بعد الاوفيليشن بنلاقي بقى لا السكريشنز بقى فيها بروتينز وميوسين وحاجات كده فبتلاقي ان بقى ايه بقى هوموجينس لاين. تمام فده مهم علشان تو ايدنتيفاي او تعرف انت الاندوميتريوم بتاعك ماشي مع التايمينج ولا لا. الجراف ده برضو ليه يعني ده على جايب من الفيفث للناينتي فيفث برسنتايل الشانسز بتاعت البريجننسي مع الديفرنت تايمينج اوف انتركورس ان ريليشن للاوبيليشن ديت. طبعا هو الموضوع زي ما انتم شايفين فيه فاريشن من حد لحد يعني ما هوش القصه ايه القصه ثابته في كل الناس. بس احنا بنلاقي ان ماينس 2 دايز او ماينس من ماينس 4 ل ل ل ل للدي بتاع الاوفيليشن احنا عندنا فيري جود تشانسز اوف بريجننسي ان كومباريزون للوقت اللي هو بوست اوفيليشن. وده ماشي مع ايه؟ ماشي مع اللايف سبان بتاع الاووسايت. بعد الاوفيليشن اللايف سبان بتاع الاوسايتس 12 ماكسيمم 24 ساعه. لكن السبرم اللايف سبان بتاعه في الفيميل جينيتال تراكت يعني بنتكلم 5 دايز. معظم الناس اتفقت على انها 5 دايز. تقول لي ده في ناس كمان ماينس 6 وماينس في بس يعني احنا بنتكلم في الايه في المعظم اللي هو اتفقنا ان هي معظمها 5 دايز. لذلك موضوع الايه ان يبقى فيه انتركورس بيفور الاوفيليشن او ان يبقى في موضوع ان احنا ما نحددش ميعاد الاوفيليشن وده هنتكلم فيه في الفيرتيليتي مانجمنت. ما نحددش ميعاد الانتركورس ان ريليشن للاوفيليشن بالتايم ده بالذات لو احنا مش عاملين اندكشن ولا حاجه ما هوش ريكومند. يعني موضوع ان انا اقول للعيانه انت بس يحصل علاقه زوجيه يوم كذا بتاع ده كمان سايكولوجيكالي متعب جدا والبنفيتس بتاعته ممكن بالعكس ممكن يحصل لها الاوفيليشن قبلها بوان داي خلاص راحت فرصتها. لكن لو هي في ريجولار انتركورس زي ما هنشوف هنلاقي ان الفرص بتاعتنا ايه بتاعتنا افضل. ده طبعا احنا عارفين. حد يقدر يقول لي هاو ماني اوف سبيرمز ريتش الفالوبيان تيوب من النمبر بتاع السبيرمز اللي حصل لهم ايجاكيوليشن في الفاجينا؟ 1 مليون 1 مليون يس اي ثينك اتس 1 مليون. البرسنت قد ايه؟ 20% 1%. انت محتاج اللي بيخش فعلا السيرفكس ده مصفى. انا مش عاوز اول حاجه انا مش عاوز الفلويد خالص. يعني السيمينال فلويد ده انتهى الدور بتاعه. هو الدور بتاعه لغايه الفاجينا مش عاوزه.
ما يخشش جوه السيرفكس، بيمنع ان السمنال فلويد ده يخش خالص. تمام. النقطه الثانيه، انا مش عاوز السبرمز اللي معوجه واللي معموله واللي بتاع، انا عاوز 1% ان هم اللي هم كويسين. تمام. اللي هم يطلعوا كام؟ يطلعوا 1000 2000، هم دول اللي انا عاوزهم يطلعوا. الله اعلم بقى يطلعوا كام، بس هم يطلعوا مئات او الاف. الاف اكتر من كده ما لهمش لازمه عندي. بس علشان علشان طب تقول لي طب ما هو معنى كده ان لو واحد السيمن اناليسيس بتاعه مليون ما كفايه؟ لا ما هوش كفايه. ليه؟ ما بيحصلش منه حمل. ما هم لما جم عملوا السيمن اناليسيس دوت اتعملت على للناس اللي بيحصل لهم حمل، فحطوا الرينجز ديت. ممكن يحصل ممكن، بس مش هو دي القاعده. رغم ان انا مش محتاج اعداد كبيره، بس هو علشان نوصل لعدد كويس يعدي محتاج يبقى فيه اللي هو الاعداد اللي هي اللي الدبليو اتش او حطاها لنا. تمام. زي ما انتم شايفين كده طبعا بيبقى فيه كابستيشن بتحصل للسبيرمز، والسبيرمز زي ما قلت لكم ممكن تقعد فتره في الفيميل جينيتال تراكت، والجزء في السيرفكس، جزء في الفاجينا، يفضل وفي السيرفايكال جلاندز دي بيفضل في جزء يفضل يطلع كل شويه، يعني في جزء مش ايه بيفضل ايه يبقى في تشانس للفيرتلايزيشن حتى لو الانتركورس مش في نفس اليوم بتاع الايه بتاع الاوفيليشن. طبعا الاوسايت طبعا بيحصل لها ماتوريشن. الماتوريشن ده مسؤول عنه مينلي زي ما احنا قلنا ال اتش. والماتوريشن ده يمكن بنشوفه او الناس اللي بتشتغل زي ما بقول لكم اي في اف بقى بيبدا ايه يسمع حاجات من الايه من الدكتور المعمل يقول له انا طلع لي كله جي بي، طلع لي الماتيور. طب هو بيعرف منين الكلام ده؟ بيعرف من المورفولوجي. بصوا كده على ال اللي هي الجي في اللي بيسموها جريفيان فوليكل. بنلاقي بصوا اكتر حاجه برومننت فيها ايه؟ ايه دي؟ لا دي السموث اندوبلازميك ريتيكولم. بنلاقي فيها السموث اندوبلازميك ريتيكولم كده باينه قوي فيها. تمام؟ وطبعا بتقل شويه في الـ في الام 1 بتقل خالص في الايه في الام 2. تمام. احنا طبعا عاوزين فوليكل. بصوا هنا في حاجه مهمه قوي في الفوليكل. الفوليكل دي ايه اللي هي الميتافيستو دي بنلاقي فيها ايه؟ ده ايه اللي جنبها؟ مولر بودي. يعني معناها كده ان هي خلصت ايه؟ خلصت الفيرست ميتوتيك ديفيجن. وفي الميتوتيك سبندلز دي موجوده جنبها، دي اللي هي تنفع انها يحصل لها ايه؟ يحصل لها فيرتلايزيشن. تمام. لكن الام 1 والجي في دي ما ينفعش يحصل لها فيرتلايزيشن خالص، يعني لو حطيت عليها السبرم انت ملوش لازمه. فدي بيعرفوها ازاي؟ ليها المورفولوجيكال تشينجز، بيقدروا يميزوا السيتوبلازم بتاعها، بيميزوا السيل اورجانيلز بالذات الاندوبلازميك ريتيكولم وكده. بصوا هنا بقى السبرم بقى في الفيرتلايزيشن ده قصه ثانيه بقى. ده بيقطع بقى طبعا الاوسايتس هنا متحوطه بايه؟ متحوطه طبعا الاوسايتس فيها حاجه اسمها الزونا باليوسيدا، وبره فيها ايه؟ كلومبلاستوفرس. اللي هو البروناراديات اللي هي ايه؟ اللي هي جرانيوتا سيلز. طبعا السبرم ده وصل لمرحله من الهايبر كابستيشن ان هو يقدر ان هو ايه هيخش هيقدر يخترق الكروناديات دي ويقدر يوصل للايه لل الزنب باليوسيدا. وطبعا الكاب بتاعه ده محمل بالايه بالاكروزومال انزيمز. واهم حاجه فيها كمان حاجه اسمها فوسفولايبيز زيتا. ده بيبقى بيسموه او هو مسؤول عن الاوسايت اكتيفيتنج فاكتور. ده مهم قوي قوي قوي. تمام. غير ان هو هيجي
هو اللي هيخلي يبقى فيه فرصه للبنتريشن اوف الزونا باليوسنا. تمام، يعني هو دلوقتي خلاص ده اتفتح، طلع الايه، طلع قدر ان هو يفتح جاب في الزونا باليوسنا ويقدر ان هو يخش. طبعا طبعا لما بيخش السبيرم بيخش كله، بس بيحصل دايجيشن لاي حاجه ما عدا النيوكليس، يعني الميتوكوندريا، التيل، الكلام ده كله بيكسر وبيحصل له لايسيس جوه الايه، جوه الاوسايت ايميديتلي. وهنا في الخرم اللي بيحصل في الزونا باليوسنا ده بيطلع منه حاجه بيسموها ايه، كورتيكال جرانيولز، دي ما فيها زنك وفيها حاجات تانية تمنع اي سبرم تاني ان هو يخترق الايه، الاوسايت. خلاص هنا بيبقى بيحصل حاجه اسمها زونال بلوك. وطبعا دخول الـ زي ما بقول لكم الـ في هنا حاجه بيحصل لها اكتيفيشن في الاوسايت، دي نتيجه الايه، الاوسايت اكتيفيتنج فاكتور دوت اللي هو الفوسفولايبيز زيتا ده، ده بيخلي يطلع ريليز لكميه كالسيوم كبيره قوي جوه الاوسايت، ده اللي بيخلي الاوسايت تقدر بقى انها تخلي النيوكلس بتاعتها تبدا تندمج مع النيوكلس بتاعت السبيرم. في ميتابوليك اكتيفيتي بقى كتيره بتحصل فيها، ده اللي هو ايه، اللي هو الاوسايت اكتيفيشن. طبعا ان شاء الله لما في الدكتور ليليان هيكلمكم في الامبريولوجي ممكن تتكلموا معاه في نقطه الاوسايت اكتيفيشن دي، ويمكن ابقى حاضر معاكم استفيد من الكلام فيها. طبعا زي ما قلنا بيحصل بلوك للبوليسبيرمي. طبعا حد يقول لي طب ما هو في عندنا حاجه اسمها انكومبليت مولر بريجننسي، في طبعا ممكن تحصل سبونتينيوس ان يحصل، بس دي ديفكت، يعني ده ديفكت في كل حاجه، وسبحان الله بنشوف الايه ديفكت بتاعه. فالديفكت بتاع البلوك بتاع البوليسبيرمي ده هو اللي بيحصل منه الايه، البوليسبيرمي. تمام، طبعا الكورتيكال جرانيولز دي كمان اللي بتطلع، بيطلع فيها حاجه اسمها زنك، بيطلع الزنك ده بيمنع السبرم موتيليتي، يعني هو حتى تلاقي ان السبرمز بعد ما كانت بتتحرك حوالين الاوسايت، اول ما يحصل ان في وان سبرم عمل فيرتلايزيشن للاوسايت، تلاقي السبرمز اللي هي محيطه بالاوسايتس كلها مش قادره تتحرك، حصل اتشلت. دكتور احمد معانا انت؟ ما في صوت دكتور احمد. الو انتوا سامعيني؟ اه
أنا مش سمعينك كنا بدحين الآن. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي هي relevant برضو في الإكزي في حال مجاري اللي ممكن نعم ممكن خمس دقائق رست علشان في الصلاة. طيب قدامكم قد ايه في الصلاة؟ أنا قدامي خمس دقائق وخلص الجزء ده من المحاضرة وندي رست. لو لسه في وقت اوكي، ما فيش وقت هدي رست. لا تمام ان شاء الله. لا في وقت. طيب خمس دقائق بالظبط وهكون مخلص. طيب فبنتكلم في الاكسي ان ممكن ان احنا ان ممكن بالغلط ان الامبريولوجيست يحقن مور ذان وان سبيرم، ممكن برضه تتكلموا فيحصل حاجه اسمها 3 بي ان. خلينا طيب ده الاوسايت كونتريبيوشن للفيرتلايزيشن. شايفين السبيرم انا محتاج منه ايه؟ محتاج منه الجينيتك ماتيريال، وان هو يعمل لي الاوسايت اكتيفيشن فاكتور اللي هو بيعمله ده. لكن الاوسايت طبعا محتاج منها السيل اورجانيلز، الميتوكوندريا، السيتوسكيلتون، كل الكلام دوت من الايه؟ من الاوسايت. وده الفيرتلايزيشن احنا اتكلمنا عليه. طيب بالنسبه لي الامبلانتيشن، خلينا ناخد بريك ونكمل الجزء ده بعد البريك مع الايه، مع الجزء الثاني من المحاضره. شكرا لك دكتور احمد. طيب تعالوا نكمل. احنا طبعا لما بيحصل fertilization طبعا بيبدا يبقى في مراحل بقى بنشوفها يعني، ويمكن بنشوفها قبل الكليفج كمان يعني. في احنا طبعا بنشوف الكلام دوت في الاي في اف بقى، ان احنا بعد ما بيحصل ان يحصل اكزي او يتساب السبيرمز على الاوسايت، بيبقى فيه بنبص عليها بعد 16 ل 18 ساعه، بنشوف حاجه ان هي حاجه بنسميها ايه، 2 بي ان. هو طبعا مع الفيرتلايزيشن، يمكن انا بس ما قلتلكمش ان مع الفيرتلايزيشن هي
احنا قلنا ان الفيرتلايزيشن المفروض بيحصل لايه لو اوسايت في مرحله الايه الماتوريتي اللي هي خلصت او هي خلصت الفيرست ميوتيك ديفيجن ودخلت في السكند ميوتيك ديفيجن. الفيرتلايزيشن نفسه بيخلي ان هي دخلت في السكند ميوتيك ديفيجن بس بتقف في ستيج اسمه ميتافيز ستيج. بتقف في ستيج اسمه ميتافيز ستيج لسه ما كملتش اللي هي ميتافيز 2. بتقف في مرحلة الميتافيز. علشان تكمل الميتافيز 2 بقى وتخلص السكند ميوتيك ديفيجن لازم يبقى حصل الفيرتلايزيشن. وده يبقى حصل بقى ايه اللي هو اللي انا كنت قلت لكم عليه اللي هو ان يبقى فيه ان الاوسايت اكتيفيشن. ان يبقى حصل الاوسايت ايه اكتيفيشن عشان الاوسايت تكمل السكند ميوتيك ديفيجن يبقى لازم الفيرتلايزيشن والاوسايت اكتيفيشن وطلوع الكالسيوم والكلام اللي انا قلت لكم عليه دوت ويطلع بقى حاجه اسمها ايه اسمها سكند بولر بودي. هو ما كانش طلع لغايه دلوقتي. وبعدين يبدا الميل برونيوكلس والفيميل برونيوكلس يبداوا يمسكوا في بعض كده يحصل مرحله اسمها ايه سوري الاول بيحصل قبل مرحله السينجامي دي بيبدا يبقى الميل والفيميل برونيوكلس يقفوا قصاد بعض. ودي بنشوفها لو احنا بصينا بعد الفيرتلايزيشن 16 ل 18 ساعه بصينا على الاوسايت تحت الميكروسكوب او على الفيرتلايزد اوسايت تحت الميكروسكوب. لو حصل سكسسفل فيرتلايزيشن نلاقي الايه الكورتين دول موجودين جوه كده ونلاقي برضو كورتين بره اللي هو الفيرست والسكند بولر بودي. حتى بنسمي القصه دي بنسميها ايه 2 بي ان. ال 2 بي ان دي معناها ايه؟ معناها ان ده نورمال فيرتلايزيشن. وبعض الاحوال طبعا بنلاقي ابنورماليتي في الفيرتلايزيشن نلاقي 1 بي ان مش شويه 3 بي ان كل ده ابنورمال فيرتلايزيشن تمام. لو ما شفناهاش في 16 ل 18 ساعه مش هنعرف نشوف ال 2 بي ان ده. لو اتاخر الامبريولوجيست علشان يشوفها لذلك في مواعيد دقيقه كده. لو اتاخر بيحصل سينجامي ما يبانش بقى ايه الميل والفيميل برونيوكلاس دول الاثنين يلحموا ببعض تمام. وبعدين بقى بعد على مرور 24 ساعه بيبدا يبقى فيه ايه بيبقى فيه 2 سيلز وبيبدا كل 12 ساعه يبقى فيه ديفيجن. طبعا بنمشي بقى في مرحله ان هو في مرحله بيبدا يبقى فيها ان الخلايا كده من كترهم بقى ما بيبقاش حتى فيه ايه في فواصل ما بينهم بتلاقيهم دي مرحله الميريولا بيبقى عامل زي الورده كده تمام. ما نلاقيش الفواصل اللي هي موجوده في الكليفج ستيج. هنا في على اليوم الرابع بقى في مرحله اسمها الميريولا. على اليوم الخامس بقى بيبقى فيه تكون كافيتي كده جوه وابتدى يبقى فيه الجنين يظهر الانر سيل ماس ويظهر الاوتر سيل ماس. ده بنسميها ايه؟ بنسميها بلاستوسيست تمام. لو جينا نبص كده على البلاستوسيست دي هي طبعا قبل ما تخش على على اليوتراين كافيتي بشكي حاجات نوصلها حاجات نوصلها قبل ما طبعا الفيرتلايزيشن بيحصل فين يا جماعه؟ امبولر تيوب. الامبولاري بارت بتاع الفالوبيان ايه بتاع الفالوبيان تيوب. وبعدين يبدا الزايجوت طبعا يبدا بقى يتحرك. طبعا بيبقى فيه هولدنج اكشن اساسا موجود بسبب الايه بسبب البروجستيرون. يعني البروجستيرون رايز دوت هو من ضمن الافكتس بتاعته غير ان هو بيعملها على اللايننج بتاع الاندوميتريوم كمان ان هو بيقلل التيوبال موتيليتي ويخلي الايه الترانسبورت بتاع الزايجوت ده ياخد شويه وقت. ليه بياخد شويه وقت؟ ما هو عاوز يبقى لما يوصل للاندوميتريوم
يبقى الاندوميتريوم جاهز وبتخلى في الويندو اوف امبلانتيشن. تمام؟ فهنا بناخد حوالي 3 ايام. على اليوم الرابع بنبقى دخلنا في اليوتراين كافيتي. على اليوم الخامس بقينا بلاستوسيست برضو في اليوتراين كافيتي. المفروض بقى الامبلانتيشن بيحصل على اخر اليوم السادس او اليوم السابع. طبعا في فاريشنز اكيد، ما هوش بالملي، ممكن حد يحصل بدري شويه، حد يحصل متاخر شويه، بس احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم من السادس مثلا للايه؟ للثامن. يعني يعني القصه مش بعد كده ولا قبل كده. تمام؟ امبريو بقى كان سريع جروس شويه، امبريو متاخر شويه، يعني في فاريشنز طبعا. تمام؟ طبعا القصه بقى مولكولر يعني بيولوجي فيها كتير قوي. يعني شايفين هنا في تشينجز بتحصل في الخلايا بتاعه الايه، الاستروما سيلز دي بتبقى بنسميها الديسيدو، دي خلايا بتتغير في الشكل والوظيفه وكل حاجه. اللايننج الجلاندولار سيلز دي بتكتسب حاجه اسمها سيلكتين ليجانز، مستقبلات للسيلكتين، والتروفو اكتوديرم او اللي هو التروفو بلاست ده بيبقى عليه حاجه اسمها السيلكتين، بالاضافه لوجود الباينوبودز ديت اللي هي بتبقى نتوءات كده طالعه وبتعمل ابسوربشن لل يعني فيها نيجاتيف بريشر بتقرب الامبريو منها عشان يحصل الايه البروسيس بتاعه الامبلانتيشن. تمام؟ طبعا في كلام كتير بقى مولكولر بقولش كتير. طبعا الماكروفاج بتكتر، يعني الناتشرال كيلر سيل بتكتر، في بقى لوكيميا انهيبيتنج فاكت، وفي فيها حاجات كتيره قوي مش هنقعد نخش فيها. المهم ان ده الوقت اللي هو فيه كل حاجه مناسبه للامبلانتيشن. بعد كده الدنيا مقفوله، قبل كده الدنيا مقفوله. طبعا ده كمان التشينجز بتاعت الاميون توليرانس اللي بتحصل، حاجات كتيره قوي. يعني الاميون سيلز هنا بتكتر. يعني الغريب ان هو ايه، ان هو كانوا يقول لك ايه، يعني حتى في الاول كانوا بيفتكروا ان ايه، ان لما ياخدوا بايوبسي ولا بتاع من حد فيه ريكرنت امبلانتيشن ولا فيلير ولا مش عارف ولا حاجات زي كده، ان ايه، ان السيلز دي بتهاجم. لا، ده كتره السيلز دي هي بتدافع او بتعمل نوع من انواع الاميون توليرانس، بالذات الناتشرال كيلر نيوتراين ناتشرال كيلر سيلز. في سيتوكاينز مهمه بتطلع، من اهمها حاجه اسمها لوكيميا انهيبيتنج فاكتور. في دوميننس للتي هيلبر 2 على التي هيلبر 1. في التي ريجوليتوري سيلز بتزيد. ده كل ده يا جماعه ليه رول كبير في البروسيس بتاعه الايه، الامبلانتيشن. زي ما انتم شايفين في حاجات كتيره قوي، يعني انا مش عاوز اقعد اخش في كلام نظري كتير. وده اللي مفهوم، في حاجات مش مفهومه طبعا. يعني في حاجات بالذات بتاعه الاميون ريجوليشن للتروفوبلاستيك انفيجن وكده، ده والامبلانتيشن، في حاجات طبعا كلام كتير جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده كميه ريجوليتوري سايتوكاينز وكده كتيرة قوي. طبعا بمجرد ان التروفوبلاست دخلت وكده، التروفوبلاست طبعا بتصنع الاتس جي، ويبدأ بقى ايه الاتس جي في تزايد. طبعا الاتس جي هنا ليه رول مهم قوي في الحفاظ على البريجنانسي، اللي هو بيعمل ايه، اللي هو بيمنتين اندوميتريوم بريجنسي، بيعمل ايه، بيمنتين الكوربس ليوتيم. الكوربس ليوتيم هنا مكمل بقى، ما خلاص انت كان المفروض هنا يبدا ايه، خلاص البروجسترون وصل للماكسيمم بيك، ابتدى ينزل الاستروجين، ابتدى ينزل خلاص بقى. المفروض كان يحصل من استرويشن. الاتس جي بقى اللي بيطلع ده بينقذ الكوربس ليوتيم، يبدا يطلع بقى ايه بروجستيرون تاني، يبدا يطلع استراديول تاني، يبدا يمنتين الايه الاندوميتريوم دوت، ما يحصلش ايه، ما يحصلش
الشيدنج اللي ايه اللي كان هيحصل. طبعا الفتره اللي هي اللذين اثنيا عمريهما في البحث عن خبيئه كليوباترا، وحينما ندقق في اسميهما نجد ان النص وفر لهما من اسميهما ما يمثل. مش تبعنا ده يا جماعه كليوباترا؟ انا ما لياش بكليوباترا والله ولا اي حاجه. لا ولا احنا كليوباترا انا بحبها يعني اكيد يعني، بس مش قوي كده ما عملتش معايا قبل كده ترايل اي في اف. طيب ماشي. كنا بنقول ايه؟ طيب فالكوربس نيوتيم ده طبعا بيبقى مينتيند بالايه الاتس جي. طبعا الفتره اللي هي بقى البروجسترون بقى بينزل فيها دي برضو فتره ايه، فتره بيتكلموا عليها ان هي هل ممكن البروجسترون ليفل لو هو مش عالي هل هو ممكن يبقى سبب وان هو يحصل ما يحصلش امبلانتيشن او ما يحصلش مينتنس للامبلانتيشن بحيث ان احنا ان تو ديتكت بريجننسي. فبيتكلموا بقى على قصه الايه اليوتيل فيس ديفكت اللي هي عليها طبعا بيج كويشن مارك، ما نقدرش ننكرها تماما، بس ما نقدرش نقول ان احنا عندنا في كل الحالات اللي هي ما مثلا مش عارفين حمل ليها ان هو ده السبب، او ان بيحصل لها ريكيرنت مسكاريج ان هو ده السبب. قد تكون سبب في بعض الناس، لكن هي قصة تهمني قوي لو أنا عامل استيميوليشن وبنقل في نفس السايكل، أو عامل استيميوليشن بجونادوتروفينز وهيحصل حمل في نفس السايكل، فهنا it's mandatory إن أنا أسبورت الكوربس ليوتي ببروجستيرون يعني. في اي اسئله لغايه دلوقتي؟ في حد بيشخبط على السبوره على البتاع على الشاشه؟ ما اعرفش مين. طيب خلينا نخش في الجزء الثاني يعني ناخد فيه شويه حتى يعني. في اي اسئله في الجزء بتاع الفسيولوجي ده؟ في حاجه حابين نتكلم عليها او كده؟ دكتور أحمد، نبي نسأل على البروجسترون في الفيرست ترايمستر، يعطوا فيه كمثبتات إحنا هنا خصوصا لو كان سبوزيتري فاجينا سبوزيتري أو ركتر سبوزيتري، هل لي دور والله ما ليش دور؟ كروتين لا. بي لو حالة عندنا مثلا الحالة جت بفاجينا البليدين فإحنا طيب. نعطوا في بروجسترون هل في أفكت أو لا؟ يعني النايس جايد لاين بناء على يعني سب جروب اناليسيس كده للوان ستادي كانت لقت ان ان الـ ان الـ ان البروجسترون سبليمنتيشن ما بيحسنش البريجننسي، بس لما عملوا سب اناليسيس او يعني لقوا ان في جزء بيستفيد من البروجستيرون اللي هو عنده recurrent miscarriage وعنده دلوقتي bleeding، يعني الاثنين يعني لو ان هم اللي عندهم vaginal bleeding وعندهم recurrent miscarriage قالوا ان ده ممكن يبقى مفيد ليهم فrecommended ليهم الايه البروجستيرون. بس ان هي عيانة بس كده عندها vaginal bleeding لا مش مع البريجننسي مش مفيد، او ان احنا بنديه كده بروفلاكتيك لحسن الحمل يروح ولا بتاع، لا ده مش مفيد برضو. اكسيوز مي يا دكتور، انا كنت نعتقد ان لما يعطوا البروجستيرون في الناس بس اللي عندهم نيوتيل فيست افكت. ايه سؤالك؟ مش عارف مش فاهم ايه سؤالك. ايه هو السؤال يا دكتور؟ قصدي يعني نسال فيك يعني هل انت مع انه هو في الفيرست افكت والا يعني هو حتى في
انت ازاي تشخصي الويتيال فيز بالفعل؟ لا هو ما نحن لما نعطوا فيه هي يعني مش متوقع يعني لو هو كان هيك لو هي عندها الويتيال فيز ديفكت تأثر لو كان هذا مش حيلي دور نعطوا فيه رفلي يعني مش ان لما تحققوا ان هي فعلا عندها الويتيال. ما هو مشكلتنا ان احنا في الانفيرتيليتي ان حاجات كتيرة قوي بنديها واحنا مش عارفين هي ليها دور ولا ملهاش دور، وبعدين في تشانسز ان يحصل سكسس فنقول اصل احنا ادينا كذا ونخلي غيرنا يدي كذا وهكذا، وبعدين في حالة تانية ندي ما يحصلش. يعني الامبيريكال تريتمنت ده دي مشكلته. يعني المشكلة كمان في الامبيريكال تريتمنت ان انت تبقى مقتنع اللي انت عملته وبتقنع العيانة اللي انت عملته ده هو اللي ايه هو اللي خلاها ان هي تكمل. ده من اكتر المشاكل، لان ده بيسبب كمان مشاكل ساعات لدكتور تاني. يعني تيجي تلعانة ايه او مريضة تاني، المريضة تقول لا انت عملت الحقن المجاري مع كذا، طب هو اداك الاسبرين، اداك الكليكسان، ما اداكيش حق، اداك اداهولك حقن ولا اداهولك تحاميل؟ لا اداهولي تحاميل بس، ما حصلش حمل. لانه ما ادوش حقن، الدكتور بتاعي ادهوني حقن فحصل ايه؟ حصل حمل. فاحنا بنشوف بنجتهد ايه اللي مفيد. لو حتى هدي حاجة امبيركل، انا ساعات هدي حاجات امبيركل بس بفهم المريضة ان انا بديها امبيركل وبديها في حالتها بالذات لان هي مثلا فيها ريكارنت امبلانتيشن فيلير وانا ما مش عارف اشخص هو فيه ايه، عملت كل اللي انا اقدر اعمله، فممكن هنستعمل كذا، ده امبيريكال والله اعلم هل هو. والمفروض بقى في الحاجات دي ان الحاله دي بتبقى ريكروتد انتر ترايل، يعني ما دام انا هجرب حاجه وانا مش عارف هو هيبقى مفيد ولا لا، المفروض ان هي دي تبقى الحاله دي تبقى ريكروتد في ترايل. تمام. انا هبعت لكم النهارده حاجه على اليوتيل فيز ديفكت في الاي اس ار ام، ليها جايد لاين على اليوتيل فيز ديفكت، فده بصوا عليه كده وقروه، ممكن نتكلم فيه المرة الجاية نشوف ايه. لكن زي ما بقول لكم هو اليوتيل فيز ديفكت من الحاجات اللي هي ما اقدرش يعني صعب قوي تشخيصها. الحاجة التانية ممكن يبقى موجود في بعض السايكلز ومش موجود في كل السايكلز في عند المريضة، ما علشان غالبا الناس اللي انا هقول عندهم نيوتيل فيز ديفكت هم اللي واخدين استيميوليشن بي جونادوتروفين انجكشنز وبيحصل لهم او يعني ايه هيحصل له يعني او يعني في سواء هم اندكشن اوف اوفيليشن او لي سبونتينيوس بريجننسي او اي او اي او هيعملوا اي في اف، هم دول هم الناس اللي محتاجين نيوتيل فيز سبورت، وهم دول اللي فعلا حصل لهم ياتروجينيك ليوتيال فيز ديفكت. ايه تاني دكتور احمد؟ اتفضل. بعدين كان بنسال على اسمع على امبك، تكلمنا على الاوفيريان ريزيرف وتكلمنا على الافسيتش والاستراديول، نبي رول اوف انتي ميلرال هرمون في قياس الاوفيريان ريزيرف، هل في رول او طبعا هو احسن حاجتين للاوفيريان ريزيرف اسسمنت هو الاي ام اتش والانترا فوليكولار كاونت. تمام. هم دول احسن حاجتين. هنتكلم عليهم يعني بعض الديتيلز كده بس يعني في وقتها. اوكي ثانك يو. لكن هم دول احسن حاجتين يعني اكيد، يعني ما فيش حد يقدر ينكر هما دول احسن حاجتين. فكره بقى قيس ليه الاوفيريان ريزيرف، ما خلي بالكم من حاجه، هقيسه ليه؟ ده سؤال لازم نخلي بالنا منه. هل كل واحده جايه لي عندها ديليت كونسبشن او انفيرتيليتي لازم اعمل لها اي ام اتش او اعمل لها اوفيريان ريزيرف اسسمنت؟ ده من الحاجات اللي انا شايفها اوفر يوز، بنضيع فيها فلوس وبنعمل عليها اكشنز ملهاش لازم. الأوفيريان ريزيرف تيستينج أنا رأيي أهميتها هي بتعبر لي عن الريسبونس قبل الاستيميليشن فور اي في اف، دي أهمية. الأهمية الثانية لو عينة
عندها ريسك فاكتورز او هتتعرض لحاجه ممكن تاثر على الاوفريان ريزيرف، زي ان عندها اندوميتريوزيس، زي اللي هتعمل اندوميتريوتيك سيست اكسيجن، زي ان هي عملت اندوميتريوتيك سيست اكسيجن. تساعدني في اتخاذ قرار ان انا اعمل لها فيرتيلتي بريزرفيشن او، لكن غير كده ان انا انفيرتيليتي مانجمنت ان هو يبقى بيسك تيست للانفيرتيليتي مانجمنت، انا مش مقتنع بيه ك ك تمام. مشكور دكتور، بارك الله فيك. طب دكتور في سؤال بس بعد يا صحري، حضرتك اتكلمت عن كيميكال ميدييتورز في الامبلانتيشن وكده، طيب الاندوميتري سكراتشنج اللي هي في السايكل قبليها، هل ده هو ده تاثيره على الميدييتورز بيساعد الامبلانتيشنز، ولا يعني هو الاندوميتري سكراتشنج اللي بنعمله في السايكلز في البري سايكلز في السكريتوري فيز قبليها قبل الاي في اف، هل ده بيفرق معانا في الامبلانتيشن ولا هو بيبقى امبيريكال؟ تمام. قصه الاندوميتري سكراتشنج دي طبعا من الحاجات اللي هي مرت بمراحل. تمام. الدراسات الاولانيه اللي اتعملت فيها كانت فيري 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 ريأشورينج. تمام. واحنا يعني انا مثلا واحد من الناس في وقت ما ابتدى يطلع قصه الاندوميتري سكراتشنج دي تقريبا ما كانش في عيانه بعمل لها اي في اف الا بعمل لها اندوميتري سكراتش. تمام. وبعدين طبعا بيحصل مع الواحد عيانين يحملوا في الاول بتاع بيبقوا عيانين اساسا فرصهم حلوه، وبعدين لقيت لا ما هو العيانين برضو في الاخر في هي البرسنتج بتاعت السكسس ريت هي هي. وبعدين لقينا بقى الاستاديز بتاعت تتعمل بقى بجد واعداد كبيره من الناس، فتعمل اخر يعني عملوا استادي كبيره لقوا ان هو اللي عملوا اندوميتريال سكراتشنج زي اللي ما عملوش اندوميتريال سكراتشنج. موضوع بقى ان هو ليه ميكانيزم وبيعمل ايه موليكولر تشينجز والسايتوكاينز بتتغير وبتاع، كل ده حدث عليه ولا حرج، بس انت في الاخر قدامك حقيقه ان الناس لما عملنا عدد كبير من البيشنت في فيري بيج ستادي في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن على عدد كبير، لقينا ان مفيش statistical difference بين الناس اللي حملوا بعد endometrial scratching واللي ما عملوش endometrial scratching، بل لو انت بتتكلم على العدد اللي ما عملوش endometrial scratching كانوا اكتر من اللي عملوا endometrial scratching. فهو حاجة it is not routine او it is not recommended في قبل الـ IVF. دكتور احمد لو سمحت اتفضل حضرتك، بالنسبه للسيمن اناليسز هو الافضل ان احنا نخلي الابستنس 3 ايام ولا يعني حضرتك انت ما قلتش الكلام ده حضرتك، يعني نقوله نخلي ابستنس 3 ايام برضو زي ما تعودنا ولا 3 ل 7 ايام؟ خليك علشان ما تخشش في حاجات لازم لما تيجي تعملها انت بتعملها سيستم، ما دام السيستم ماشي على 3 ل 7 ايام ما تقعدش ان انت ايه تم مدي instructions ممكن تخلي يبقى فيه controversy بينك وبين اللاب والكلام ده، فلغاية ما يبقى فيه system changes نبقى نتكلم، لكن هو من 3 ل 7 ايام. شكرا لحضرتك. ايه تاني؟ طيب انا هكتفي بكده النهاردة، مش هدي fertility management النهاردة، خليها الاسبوع الجاي. عادينا النهاردة يعني نعتبرها برضو ايه تعارف كده والبريك ايس، ودينا اتكلمنا في نقط كتيرة يعني هتخلينا ان احنا ما ناخدش وقت كتير بعد كده ان شاء الله في الحاجات. لازم حضرتك بس ممكن حضرتك تدينا التوبكس كل اسبوع نقرا فيها قبل التوبك قبل الاسبوع الجاي. عشان بس همشي محل هي يعني مش فكرة تمشي انتوا، انا هبدأ كده اقسم الحاجات اللي هي الجايد لاينز المهمة وابعتها لكم نبدأ نقرأ فيها، نبقى في حتى discussions على الحاجات اللي احنا بنقولها. فانا عاوز ابعت لكم النهاردة اللي هي موضوع اليوتيل فيز اتكلمنا فيه، هشوف كده ايه الحاجات اللي هي ممكن تبقى تجهزنا الاسبوع الجاي ونتكلم فيها برضو ان شاء الله. ماشي حاضر. اوكي ماشي، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا ليك دكتور. سلام. وعاوز مشاركه اكتر يعني ان شاء الله باذن الله. ثانك يو دكتور. مع السلامه. مع السلامه. ثانك يو دكتور. مع السلامه يا فندم.
تفضل.